بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم على معلق الرياضي محمود بكر. وأحداث الشوط الأول في لقاء نادي سموحة، 17 نقطة من 17 مباراة، مع النادي الإسماعيلي 26 نقطة من 17 مباراة، ومخصوم منه 6 نقاط قبل ما يلعب هذا الموسم، كتر خيره. طبعا هذا اللقاء يقام باستاد الإسكندرية ضمن الأسبوع رقم 18. سموحه بيلعب النهارده مهدي سليمان حراس المرمى، منصوا وسيد فريد واوكا وايمن اشرف. تعرفين المهندس فرج عامر اشترى 3 لعيبه من نادي سيو سبورت بتاع كوتوفار اللي خسر امام النادي الاهلي في بطوله الانديه الافريقيه. والنهارده بيلعب منصوا باك يمين، وبيلعب هيرمان سنتر فيرود. نص ملعب احمد مانجا، ابراهيم عبد الخالق، مصطفى طلعت، احمد شكري في اليمين، هشام فتحي في الشمال، وراس حربه واحد هيرمان بتاع نادي سيوي سبورت الكوتوفاري. اما الاسماعيلي فبيمثلوا النهارده عصام الحضري حارس المرمى، ومحمود حمد والبعلي والعش واحمد سمير. نص ملعب السليه ومحمود عبد العزيز ومحمد فتحي، اليكس وفي اليمين، زيكا في الشمال، ولالا او محمد علاء في اليمين. المخرج مورينا الشرابات، ورينا البني ادمين الناس. والاسماعيلي هيبقى على يمينك بالزي الاصفر، وسموحه على شمالك بالزي الازرق. تعرفوا المباراه دي بالنسبه لحلمي سليمان مهمه ليه؟ لو كسب حلمي سليمان اللقاء النهارده عنده حلمي طولان. ايه اللي جاء حلمي سليمان ده؟ كان زميل الله يرحمه في النادي الاولمبي. حلمي طولان النهارده لو كسب الثلاث نقاط عنده بعد كده الاسيوطي ودمنهور، يعني مع احترامي ليهم يعني الصراحه، رغم ان الاسيوطي هبش النهارده نقطه وعكن يعني الشرطه، انما حلمي طولان لو كسب النهارده الثلاث نقاط عنده مباراتين ومتتاليتين مع الاسيوطي ومع دمنهور، ممكن يصلح من اوضاعه. وعلى هذا الاساس نشوف النهارده هل سموحه هيقدر يستفيد من نادي الاسماعيلي، ولا الاسماعيلي هيلعب على الثلاث نقاط وهو برضو اهل لذلك، وعنده ماتشين جامدين قوي بعد كده، هيلعب مع حرس الحدود ومع المصري، يعني ماتشين جامدين قوي بيقابل الاسماعيلي، فمش مستعد انه يخسر حاجه النهارده. اذا المباراه بنوريها لحضراتكم مدى اهميتها لنادي سموحه واهميتها للنادي الاسماعيلي اللي بيلعب النهارده من غير جون انتوي، وهنشوف جون انتوي يعني هيأثر تأثير مباشر في القوه الهجوميه لنادي سموحه، ولا لالا اسم شهره حلو قوي لالا ده، ده في واحد صاحب الدكتور الابراشي اسمه لالا، وهنشوف لالا مكان انجوي. هل لالا ده لو يعني سطع نجمه؟ اسم هايل هايل، يعني يبقى نجم كبير جدا في اوقات صغيره. وضربه ركنيه لنادي سموحه، وحلوه حلوه بالبوكس عصام الحضري، وتنزل الكره وتعلى اي كلام نيران صديقه، تنزل الكره حيرانه داخل منطقه الجزاء الاسماعيلي، وتطلع على طول لزيكا، زيكا يلعبها اماميه. ادي لالا بقى ده، خدوا بالكم من لالا ده، برجله واسع وسنه صغير زي ما قال الكابتن احمد شوبير، نحط عينينا على مواليد 95 يعني 19 سنه. رضا الله يرحمه لعب 17 سنه. رضا الله يرحمه اللي معشق يعشقه الاسماعيلي حتى الان، هو شحته والدي الجميل ده لعب 17 سنه ولعب دولي 17 سنه. تتلعب الكوره عند منصوا وعلى طول يلعبها مصطفى طلعت اماميه تطلع بره الملعب اوت. ادي زحلقه من مانجا النهارده. حلمي طولان بيلعب بكل اللعيبه اللي عنده، طلع مانجا في نص الملعب، حط منصوا وراه، ده نزل مصطفى طلعت لعيب كويس في نص الملعب بيمسك كوره، عبد الخالق وهشام فتح الله احمد شكري بيلعب بكل قوته. ادي احمد شكري وادي طلعت، ده الورقه الرابحه بتاع حلمي النهارده، بتاع حلمي طولان. بتتلعب الكورة وعلى طول عبد الخالق يلعبها أمامية يطلعها على طول البعلي بره الملعب أوت. نشاط ملحوظ في أول دقيقتين هجومي لنادي سموحة ورمي التماس لنادي سموحة. طبعا الملعب الاستاد هلك، بيتلعب عليه كله وبيتمرن عليه كله والدنيا كلها كله في الاستاد. تتلعب الكورة وياخدها نادي سموحة وتنزل للاستاد فريد، ده أوكا، تروح الكرة لأوكا يلعبها على طول أمامية هناك عند شكري، إنما تتخطف الكرة يطلعها العش
تنزل مره تانيه لطلعت، يلم طلعت تتخطف منه وتروح لمحمود عبد العزيز، تنزل في نص الملعب فرقتين بيلعبوا على الثلاث نقاط وفي سرعه وفي يعني من بدايه عكس المباراه اللي فاتت ما بين وادي دجله ومقصه. الشوط الاول بيبان انما المقصه خدت اغلى ثلاث نقاط وصعدت ب 28 نقطه. وانا يعني بحسد حماده صدقي روحه معنويه عاليه جدا في حديثه الصحفي، يدل على انه راجل بيقدر يظبط اعصابه، وحاجه جميله جدا انه قال خلاص ماتش وعدى ونشوف الماتش اللي بعديه. حاجه جميله الصراحه يعني. تتلعب كوره اماميه من سموح وزقه كده من احمد شكري، وتروح الكره طلعت جنب يمين شغال لنادي سموحه، طلعت واحمد شكري، حطوا عينيكوا عليهم، مصطفى طلعت واحمد شكري، وادي من سؤال باك اليمين الكوتيفواري يلعب الكوره، انما محمود عبد العزيز يحضن عليها وتبقى ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. نشاط ملحوظ اول اربع دقائق لنادي سموحه بقياده مصطفى طلعت وشكري، وهنشوف يعني الاسماعيلي ناوي على ايه. اهو ادي مانجا، دي اول كورتين ثلاثه كده في الاربع دقائق، الارض مبلوله رغم ان الشتاء من زمان طبعا خلص، انما يبدو ان هم رشوا رشه جريئه كده ضيعت الدنيا. عصام الحضري والله زمان واماميه عند اوكا بدماغه تنزل في نص ملعب، خلي بالكم نص ملعب الاسماعيلي اقوى دفاعيا من نص ملعب سموحه، والنص ملعب سموحه احرف شويه من نص ملعب نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي فيه محمد فتحي، محمود عبد العزيز، عمرو السوليه، وبالتالي عندهم ناحيه دفاعيه اقوى، مصطفى طلعت ومانجا عندهم ناحيه هجوميه احسن، ابراهيم عبد الخالق هو المدافع في نص الملعب، انما هنشوف وجهه نظر ما فيش قدام حلمي طولان الا هو لازم يهاجم، وبالتالي لازم يعمل تشكيل هجومي وفي نفس الوقت يحصن لا يكون في عونه. تتلعب الكوره وتنزل لنادي سموحه على طول مانجا اللي ملعبه قدام اوكا وسيد فريد على اساس يتقي شر اي حد من الاسماعيلي. وادي احمد سمير اهو عوده حميده، فينك يا احمد سمير؟ لف الدنيا من فرنسا ورجع، وعلى اللعيب بيشيل الكوره حلو بيشوط كويس بس لما يكون فت. ادي احمد بدأوا سعد دايما يغذينا في توقيتات كويسه، بيقول لي كان متخانق مع ريكاردو وافرج عنه اخيرا. وادي هجمه لنادي وادي هجمه منظمه وكوره تتلعب من شكري وتعدي من جنب القايم، والحضري بيقول الحمد لله بابتسامه كده، انما بصهم اربعه اربعه ازرق وكوره ملعوبه، لو كانت لبره شويه كان ممكن جدا. ادي كره تتلعب على طول من هشام فتح الله لشكري تروح، وكان مين؟ كان هيرمان مستنيها، انما شكري حلق بقى، يمكن الحلقه دي تبقى فتحه خير عليه في هذا اللقاء. وحلمي طولان من اللعيبه اللي يقدر يروض الناشئين، على فكره في عنده حاجات كويسه بيقدر يروضها للاعبيه، وضربه حره مباشره لنادي سموحه. اخيرا احمد سمير يعود الى عرينو باك الشمال لنادي اسماعيلي بعد ريكاردو ما دور على لعيبه كتير يعني ورجع له في الاخر، وكان حالف ان هو ما يشوفه في المصير الاخضر، مفيش حاجه اسمها حالف، انما يعود احمد سمير. وانا لو من احمد سمير اوري له النهارده ان ركنتي دي كانت على حسابه هو الشخصي، انما سموحه الافضل. وادي هيرمان يعلي الكوره، وادي لقطه كده ياخدها من صوار، وسموحه افضل، وسبع دقائق تقول ان سموحه يقدر ان يعمل حاجه، ولكن ما نقدرش نقول اول سبع دقائق حاجه غير لما نشوف الاسماعيلي بيعمل ايه. وادي ريكاردو اهو قاعد يجعر او يزعق، ومدرب كويس على فكره بس ملوش حظ مع النادي الاسماعيلي معرفش ليه. هو انا لو مدرب ابدا الموسم بتاعي وانا مخصوم مني ست نقاط وبعدين ابقى عندي 26 نقطه، مين عاوز يكلمني؟ تكلمني ليه؟ ده النهارده 26 نقطه وستة يعني 31 نقطه، يعني راجل داخل يعني بقوه قدام، انما حظوظ بقى. تتلعب الكوره وتنزل في نص ملعب لعبد الخالق، وعلى طول ناحيه الشمال هناك عند شكري تنزل لعبد الخالق اهو، يلم عبد الخالق وبيشوط كويس ويلم مره تانية. يا راجل يا راجل عمل كل حاجه كويسه، وده راجل لاعب خط وسط مدافع لما تيجي تعتمد عليه يغرقك لان اللمسه الاخيره مش بتاعته. راجل عمل حاجه كويسه ولم الراجل كويس قوي عمرو السوليه ولعبه وحشه اهو، راجل بينفخ اهو، اعمل ايه اكتر من كده؟ انما واضح فرق كبير قوي في الثمان دقايق دي بين
ايه مدرب فيلان ده ولا اسمه ايه بتاع فرنساوي ده لافاني وحلمي طولان فرق كبير قوي. وقعدنا نصرخ ونقول يا جماعه الراجل ده جاي يتفسح وجاي ما عندوش حمقه وزعلان من نفسه وقال لك لا احنا ما نغيرش لغايه لما الظروف خلت تتغير. لو الناس غيرت من بدري شويه كان هيبقى افضل. المهم ان في ميزه طبعا في مجلس اداره نادي سموحه انه يعني ما بيحبش يحب الاستقرار بس يعني ساعات اللي يحب الاستقرار لازم بيدوق بقى حبه قلق. وبالتالي نادي سموحه اتحسد من الموسم اللي فات وكان قدامه الكاس والدوري راحوا الاثنين على سهوه بيلعب في بطوله انديه ابطال الدوري هذا الموسم والنهارده بيحاول انه يخرج من كبوته كل التمنيات الطيبه. ونادي السموحه اللي قاعد يضيع الفرص تباعا وادي هيرمان اشترى على طول فرج عامر او مهندس فرج عامر ثلاثه لعيبه من سيو سبورت اثنين بيلعبوا النهارده هيرمان السنتر فورورد اهو اللي استلم الكره ده ومن سواه على طول يعني رئيس نادي ما بيقاسش النهارده الصراحه عمل يعني مبنى يعني رياضي في حوض سباحه متغطي وعمل عمل حاجات كتير جدا جدا في نادي سموحه رغم انه عارف اللي هو ماشي 8 سنوات. ضربه ركنيه لنادي سموحه تتلعب قصيره تتخطف وياخدها العش ويلعبها على طول بره يلحقها زيكا تنزل الكوره بدل الاسماعيلي اهو يقول لك لا انا اهو بس بشكل الاسماعيلي كده بفرد واحد وتلاتة نص ملعب او اربعة خلى سموحة هو اللي فاير عليه على طول يعدي من ناحية الشمال ايمن اشرف وتروح مرة تانية انما هل هتطلع تطلع ضربة ركنية لنادي سموحة من محمد فتحي. اذا مستر ريكاردو في البداية بيأمن نفسه شوية ولكن ايمن اشرف زي ما حضرتك شايفين كده هو ده هشام فتح الله كابتن الفرقة هو اللي عمل الضربة الركنية اللي فاتت ديت وبدأ هشام فتح الله مع شكري مع مصطفى طلعت مع هيرمان نشوف كرة تانية لنادي سموحة هجومية وضربة ركنية تانية لنادي سموحة في 10 دقايق ومصطفى طلعت وطالع عصام الحضري ايه بصوا بقى الجوان اللي ياخد قراره وعارف هيستغلها فين وخبرة بقى 10 دقايق من بداية الشوط الأول والتعادل بدون أهداف و10 دقايق مبشرة لسموحة ب انه عنده ناحيه هجوميه كويسه لكن المباراه 90 دقيقه ووقت بدل ضائع تقدرش تحكم الا بعد شويه. عصام الحضري خد فاول وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي وواقع عصام على الارض هو اللي بيعدل شنكاره ويبدو ان في حاجه. على فكره الحاجات اللي زي كده بيبقى اللعيب مصاب قبليها يعني بيبقى عنده انكر رجله نص عنده مش عارف ايه عنده ايه لان عصام الحضري ما يقعدش ابدا كده الا بالشديد القوي وبالتالي الارض كانت مزحلقه واحنا قلنا يبدو ان الاستاد رشاه شويه او النجيله اللي قدامكم دي ما تغركمش دي ممكن تكون خبيزه يعني ممكن كتر خير خيرها يراعيها ازاي استاد اسكندريه ده ما فيش وقت ابدا يراعي النجيله ديت فبالتالي لما الدنيا بتشتي بلغه اسكندراني بتمطر بالمصري بيحصل نوع من النجيله الشيطاني اللي في اربع فرق الرجاء والاتحاد وسموحه غير التدريبات وغير 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 فبالتالي الله يكون في عون الله يكون في عوننا طبعا. النهارده المعدين بتوعنا النهارده مصحصحيننا بدأوا سعد وليد قاسم ومايكل مجدي ومحمد حامد وداينال جورج ومدير اداره الانتاج ابراهيم علي ومدير الانتاج محمد عطيه وفرقته عصام عصيان ومحمد فهمي رئيس تحريرنا وليد عبد السلام ومدير تحريرنا ابو محمد احمد تيمومي مدير التسجيل محمد العشري والصوت مهندس طارق عباده مراسل ملعب وليد السنوسي والمونتاج ومساعد مخرج وايده النجار وهند شوبير ومخرجنا الجميل احمد طايل اللي حاطط لنا صوره زي ما يكون ابحث معه معرفش جابها منين امبارح كانت حلوه النهارده معرفش ايه الحكايه. هيقوم عصام الحضري ان شاء الله وقام عصام الحضري ولكن هنشوف ايه الحكايه بالظبط والتعادل بدون اهداف و12 دقيقه من الاسماعيلي وسموحه ولكن بدايه للاسماعيلي تخوف بيبان كده الفرقه من اولها كده هل هو بيتحفظ عارف ان سموحه ما عندوش يعني بيلعب في الجوله ال 14 من الملاكمه بقى بيلعب على القضيه ما فيش وقت بقى التعادل يضره برضه التعادل يضره وزي ما قلت لحضراتكم عنده ماتشين مع الاسيوطي وثم دمنهور الجمعتين اللي بعديها اسبوع 19 واسبوع 20
فده الثلاث نقاط لو خدهم سموحه يجري جري، مع احترامي بقى للاسيوطي اللي عطل النهارده الداخليه في نقطتين هيندم عليهم الداخليه بعد ما تعادل. وهنشوف المقاولين مع النصر الساعه 7:30، المقاولين 21 نقطه خلي بالكم، وبعدين برضو في خطر المقاولين رغم عروضه الكويسه، ولكن هنشوف. ودي لذة الدوري العام بقى الصراحه، هل النصر يعني يفوق على المقاولين ولا المقاولين يقول له لا بقى كفايه كده؟ كل الحاجات ممكنه، ولكن طبعا احنا هنذيع مباراتنا دي والتانية، احنا مجموعه السبعه بقى هناك مجموعه ال 13، فركشوا الدنيا منهم لله. عموما رمي التماس واحمد سمير للنادي الاسماعيلي، تتلعب الكره على طول عند اليكس، يلعبها عكسيه اليكس وتطلع الناحيه الثانيه بره الملعب، اول رمي التماس للنادي سموحه. فرق كبير قوي، بص النجيله يا سلام، دي مش نجيله، دي عاوزه راعي، راعي اغنام زي ما اعرف شايفين كده اهوت، مش ممكن يعني، مش ممكن. ما برضه انا اعذر مدير الاستاد هناك لان ما عندوش وقت ان هو يراعي. بصوا لكن انا بقول حاجه بقى، اسكندريه لامانه ربنا بقالها مثلا اسبوع الشمس طالعه، ايه اللي خلى الملعب كده؟ انا ما اعرفش الصراحه يعني. تتلعب الكوره وهجمه وهلمن وهاتوا خد، وطلعت كان مكمل انما يحط رجله البعلي ويقطع الكوره وتنزل مره تانية عند السيد فريد، سيد فريد يسقطها لمين؟ مش لحد، هتاخد الكره وتطلع لان الارض مزحلقه. علامه استفهام على ملعب استاد اسكندريه، الشمس كانت مشرقه بعد النوه الشديده بقالها اسبوع، وشفتوا حضراتكم كانت اسكندريه في خالد بن الوليد وفروعه بيعومهم باللانشات جوه الملعب وحاجات كده، محدش قال بقى الصرف الصحي مين اللي خلاه كده، محدش قال مين اللي وقع الصرف الصحي، محدش قال مين المسؤول في الصرف الصحي، كله قال لك المحافظ الغلبان وقال لك مش عارفين، محد بس يقول لنا مين اللي بيغلط، مفيش. ودي مشكله، تروح الكره على طول ليه عبد الخالق، وعبد الخالق ياخد فاول ما ادالوش الحكم حاجه لانه اتزنق ورمى نفسه، وتنزل الكره ويخطفها النادي الاسماعيلي. زيكا راح ناحيه اليمين يقطع منه ايمن اشرف. سموحه افضل من ناحيه الالتحام، افضل من ناحيه الفوقان، واحنا بنلعب في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف، لم يعلن بعد الاسماعيلي عن نفسه هجوميا حتى الان في غياب جون انطوي، وفي لالا النهارده لسه ما لمسش ولا كوره. ادي على طول محمود عبد العزيز يلعب الكوره ناحيه اليمين عند حمد، يعليها حمد عند لالا، يخش سيد فريد بدماغه، تنزل الكوره لسموحه. هو الفريق الافضل لغايه دلوقتي والاكثر مهارات هجوميه، ولكن ده الاسماعيلي يا جماعه ممكن يلم نفسه في لحظه. على طول لالا يلم الكوره، واول مره نشوف النادي الاسماعيلي بعد 16 دقيقه في نص ملعب سموحه بالثلاث خطوط بتوعه، وكره اماميه هناك عند اوكا يلعبها لنفسه بعقل ويزنق زميله ايمن اشرف، وتطلع كوره بره الملعب او رمي التماس للنادي الاسماعيلي. رمي التماس للاسماعيلي، وادي الدكتور مفيد اهو، خليل علاج الطبيعي وعبد الباري، وعلى طول مجدي علام والدكتور المحمدي، ده الجهاز بتاع حلمي طولان وتصويبه ويمسكه على طول المهدي سليمان. بقول لهم المهدي سليمان بقاله قد ايه؟ ده قال لك من زمان موجود في سموحه، النهارده الصبح قاعد بدلاء، فحلمي طولان بيكسر العتبه كده، قال لك العب او ابدا بمهدي سليمان وريح صبحي اللي موجود في البدلاء النهارده من حراس ممتازين. طبعا محمود حمد، ادي بدلاء نادي الاسماعيلي، ريكاردو وخضر وزملائه، يخطفها نادي سموحه على طول هشام فتح الله طرف الشمال يلعبها الايمن، تنزل على طول لعبد الخالق، تروح الكره على طول لهشام فتح الله على الكرات اللي بيضيعوها، هتشوط ولا هتعمل ايه يا منصور؟ منصور اتزحلق. الملعب كمين لسموحه، الملعب كمين لسموحه، وممكن جدا اللي يجي هدف نتيجه زحلقه من حارس مرمى او زحلقه من سنتر هاف، او ممكن يضيع هدف اكيد من زحلقه من فرد منفرد. وشغلانه استاد اسكندريه النهارده، وادي لعيب واقع على الارض تقريبا محمود عبد العزيز، ان شاء الله يقوم سليم، كرة جات له في حته حساسه وان شاء الله هيقوم سليم لغايه لما يقوم. ادي خضر اهو، كابتن خضر المدرب العام اللي مع ريكاردو اشرف خضر، وادي ايمن اشرف، وهنشوف ايه الحكايه بالظبط في نادي سموحه.
اللي بيلعب حوالي 18 دقيقة كرة حقيقية حلوة قوي قوي. ادي دكتور اسماعيل فايد ومجلس ادارته وضيوف الاعلاميين في استاد اسكندرية والله زمان استاد اسكندرية. وزي ما بقول لحضراتكم كانوا بيقولوا في انتخابات في السموحة، واتضح ان جواب مبعوث من شباب الرياضة كده بيراجعوا الاسماء، ولما طقصنا قال لك لا ده لسه مش عارف يحصل ايه، مفيش انتخابات وحاجات كده، قانون مش قانون. انما رغم كل ده المهندس فرج عامر ومجلس ادارته شغالين نار، اي واحد تاني يطفي مكنه يقول لك خلاص بقى. انما كان في المبنى اللي هو الرياضي اللي هو اللوكاندا الرياضيه واللي كان هتبقى فيها ملاعب وبتاع خلصها، ثم حوض السباحه المغطى الاولمبي خلصه. يعني الصراحه نادي سموحه مش انا يعني مش بمحلس له، ويعني انما نادي سموحه هيفتقده، ونتمنى من مجلس الاداره القادم بقى اللي جاي ان هو يطور ما يلغيش، لان سموحه ماشيه بسيستم كويس قوي الصراحه. يعني تتلعب الكوره وتنزل للاسماعيلي وتروح على طول لراجل محمد فتحي الملعب يا جماعه معاكس اللعيبه، والفرقتين بيلعبوا كوره والملعب معاكس اللعيبه. احمد سمير يلم الكوره وينزلها في نص الملعب لمحمود عبد العزيز، وبدل الاسماعيلي ياخد على الارض الهشه، ومهاش نجيله عموما انما من الامطار طلع شويه عشب عشوائي، وادي زيكا يلعب على طول لمحمود حمد، ومحمود حمد يلعبها تتقطع، وبدا الاسماعيلي يشترك في المباراه الهجوميه بعد 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه بدا الاسماعيلي يفوق هجوميا بعد لما كان سموحه هو اللي ماسك وواصل الى نص ملعب النادي الاسماعيلي. مصطفى طلعت محور اداء سموحه يلعب الكوره هناك عند نهجة، يلعبها لأوكا، أوكا يمشي ويبص، وهبط اداء نادي سموحه، السرعه بتاعته هبطت وبداوا يلعبوا الكرات الطويله اللي مش لحد، والحبه اللي كان محفزهم حلمي طولان ليهم بداوا ينسوهم. لو شفت اول ربع ساعه كان طلعت مع منسواه مع شكري مع هشام فتح الله والاثنين بيلعبوا ناحيه هجوميه مع عبد الخالق، بعد ربع ساعه كده نسوا اللي قالوا لهم حلمي طولان، وبدا الاسماعيلي يخش في المباراه اهو، بدا الاسماعيلي يخش في المباراه. اليكس يلعب الكوره تروح لمحمود حمد، والاسماعيلي لما يخش في المباراه فرقه ثقيله مهما كان تروح الكوره على طول لمحمد فتحي وتنزل في نص الملعب لمحمود عبد العزيز، ينزلها محمود ترجع الكوره للعش، العش يلعبها في نص الملعب لمحمود مره ثانيه، ثلاث اربع نقلات للنادي الاسماعيلي، وكره اماميه على طول في العمق، سيد فريد بدماغه تنزل لعبد الخالق تتقطع وياخدها لالا، وياخد فاول لالا ويبص للحكم قال له مفيش حاجه، دي زحلقه ملعب. الاسماعيلي مسك كوره بعد 20 دقيقه وفاول صح ديت، وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي. اذا بعد 20 دقيقه بدا الاسماعيلي يخش في المباراه، وفاول على ابراهيم عبد الخالق وضربه حره مباشره ضد محمد فتحي. بص الملعب عامل ازاي، مشكله حظ بقى، حظ حلمي طولان وحش، لان العب على ملعب زي كده وانا عايز اكسب. خلي بالكم يكون الملعب يبقى مبلول لصالح اللي مش عاوز يكسب، ليه اهو ده بيتزحلق وده يلطش وده يجري وده يعمل وممكن تيجي معاه، انما لما اكون انا عاوز اكسب ببقى عاوز ملعب صح عشان فرقتي تشتغل صح. حمد او البعلي يلعب الكوره، بصوا انزلاق ليه بيلعبوا هوك انزلاق بقى النهارده مش كره قدم، واعتقد ان زحلقه الملعب دي هتدي فرصه بهدف فطيس او خطا فطيس من الفرقتين يتسبب في ضياع نقاط. هنشوف. ادي العش لمحمد البعلي. الاسماعيلي ده ولاد على فكره ومحدش عاجبه برضه، يعني ما اعرفش نادي اسماعيلي ده دائما ولاد ولاد ولاد، ويتخطف منهم لعيبه ويطلع جون انطوي يمشي مش مشكله، ده يجي مش مشكله، انما ما حدش بيشكره ابدا ما اعرفش ليه، حظه سيء دايما. تتلعب الكوره من عمرو السوليه تروح من زيكا لسمير يلعبها بره الملعب اوت، يخش عليه من سواه تطلع كوره بره الملعب اوت. رمي التماس للنادي الاسماعيلي اللي بدا يمسك كوره وبدا ينكمش سموحه، وتنزل الكرة على طول لعبد العزيز يفتح اللعب عند حمد، و
تتخطف الكوره. السرعه سلاح سموحه. وادي الكوره على طول هناك هتعدي، مي عدتها او شوف بقى الزحلقه عدتها، تروح ناحيه هناك يقطع ابراهيم عبد الخالق، انما ياخدها منه محمد فتحي ويلعبها بره الملعب. اوت يا ده تينا لسه ما يعني ولا ده منهور دخل على فكره ده منهور حمرة، انما هنا ده تعرفوا ايه ده ترتان كان بيخبوه بالسجاد. ادي استاد اسكندريه وادي الترتان بتاعه، ادي تغيير اضطراري هيحصل من عبد النعيم بيسخن اهو اسلام عبد النعيم، بيبقى في حاجه كده اضطراريه على سهوه عند كابتن حلمي طولان اكنه يعني راجل ناقص. ادي تخريمه، تخريمه لشكري وبيشوت تخبط وترد، وادي هيرمان يا جماعه على الفرص اللي بتروح مين هنا يا راجل يا راجل، اشهدوا يا مصر على الفرص اللي بتضيع من نادي سموحه فرص. بص بص حضراتكم دي اتلعبت الكوره دي زي ضربه الجزاء، بص ضربه الجزاء وحطها يا راجل، حطيت فين دي الكوره دي فوق خالص زي مصطفى طلعت يا على الترتان. اين حمره الخجل؟ استاد اسكندريه بيتصرف عليه ملايين، طب هنقول ان جيله بيلعبوا عليها الناس، طب والترتان يا يلا. المهم نشوف ماتشنا مع بعض والتعادل بدون اهداف و24 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بين سموحه والاسماعيلي بدون اهداف ومفيش خطوره الا من عند سموحه لكن بيهدر الفرص. وادي محمد زيكا يلعب الكوره تتخطف وعلى طول اوكا بعقل كده ينزلها لمانجا، ومانجا يلعبها ناحيه الشمال هناك اللي هو موجود الرئيسي عند هيرمان لعيب كويس على فكره، وتطلع الكوره بره الملعب اوت. مش عاجبه بس بين عليه مشاغب، ما انت لما تشيل اللعيب لازم تشوف اصله وفصله. احنا ده افريقي تعالى بقى كويس مؤدب وحش ما بنعرفش، متعور قبل كده مش عارف ايه حاجات كده يعني، انما ده الله ده يعني افريقي تعالى الوكيل قال كويس ده قوي بتاع، هنشوف الراجل عشان رمت اوت عاوز يتخانق مع الحكم. وصفاره وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي ضد مستر اليكس البرازيلي. كانوا بيقولوا هيمشوه زي ما قال كابتن خالد بيبو، انما تنزل الكوره لمحمود عبد العزيز يلعبها لزيكا، زيكا لعبر السوليه حلو، ادى الفرصة حلوة قوي، لعبها حلوة قوي قوي الكرة اللي فاتت ديت، وادى فرصة الحكم حلوة قوي، ثلاث أربع نقلات لنادي الإسماعيلي. تنزل مرة تانية لأليكس تتخطف من أليكس وياخدها شكري، شكري لطلعت لشكري، تنزل لعبد الخالق مش لحد خالص إنما من سواء طويل عليه في رأي في صفارة، واللاين زمان كارم محمود أهو بيغرد تغريد كويس جدا ورفع صح جدا، وقدامه من سواء ورايا صفاره وضربه حره غير مباشره للنادي الاسماعيلي. عصام الحضري هنا في خطوره ممكن تتزحلق، ممكن مش عارف ايه وجونك فاضي على طول. عصام الحضري اماميه يقلش من سواء وضربه ركنيه لنادي سموحه. ما شاء الله من سواء وهيرمان الاثنين شيسي واحد، بس لسه هنشوف ايه الحكايه. ضربة ركنية لنادي سموحة و27 دقيقة من زمن الشوط الأول، ويبدو إن الموضة اللي من دول إن الشوط الأول ما بنشوفش فيه حاجة، وده مزعل الكابتن أيمن قوي، بس إحنا بنقول اللي قدامنا وتتلعب الكورة وما فيهاش حاجة وهتترفع وعرضية برازيلية وضربة مرمى لنادي سموحة، وكاد يعني نجازة احمد سمير او محمود عبد العزيز يحط بص بصوا ده مش اوفسايد ده راح، والكره برازيليه وعلى التوفيق وعدم التوفيق في الدقيقه 28 كاد اهو محمود عبد العزيز يحط هدف التقدم لنادي الاسماعيلي بكره عرضيه حط بطن رجله انما بجوار القايم، واتقلبت الايه وبدا الاسماعيلي مع الوقت يقول لسموحه لا خلي بالكم انا الاسماعيلي، وبدا سموحه زي ما قلت لحضراتكم ينسى الكلمتين اللي قالهم حلمي طولان ليهم، وهنشوف الكوره ايه والماتش بيقلب لصالح الاسماعيلي. تتلعب الكوره وتنزل لنادي سموحه طلعت
ياخدها مره تانية، وهاتوا خد مع شكري ثلاث اربع مرات تتقطع الكوره تنزل في نص الملعب لمحمود عبد العزيز يلعبها على طول لالكس في رايه صفاره للفيش في رايه صفاره على محمد زيكا، وضربه حره غير مباشره للنادي الاسماعيلي اللي دخل في مباراه وبدا يبقى هو الاخطر وبدا اللي يبقى اخطر محاولات هجوميه. اهو بدا على طول الطمانينه اللي عند حلم طولان تتقلب، والراجل حاسس وشايف لانه ضيع فرصتين. كان المفروض النهارده على الاقل في ربع ساعه الاولى كان قال سموحة هيحط هدف، انما هم مش مصدقين نفسهم. عصام الحضري و28 دقيقه و29 دقيقه يفكرني بإيهاب جلال، في مدربين كده بيقعدوا قال اللي هو عاوزه وبين الشوطين يقدر يكمل، واذا كان معاه مساعد مدرب يقول له قوم قول له فلان كذا وكذا كده، وفي مدرب تاني يقعد اكنه مش هنا، انما ريكاردو من المدربين الكويسين. ايمن اشرف يجي عليه على طول عمرو السوليه ويطلع كوره بره الملعب. تتلعب الكوره من حمد يمتصها اوكا بعقل كده وينزلها لطلعت افضل لاعبي نادي سموح والمعتمد عليه النهارده حلمي طولان، يلعبها ويلحقها على طول ايمن اشرف وتقلش الكوره وتطلع بره ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. فرق بين واحد مطمئن وواحد في حاجه الى نقطه، ولقطه حلوه قوي من مخرج مباراه هناك، احنا عندنا احمد طايل هنا مخرجنا، انما المباراه في السورتين دولي واحد قاعد ومطمئن شويه ريكاردو عنده 26 نقطه ويعني واثق في فرقته، وحلمي طولان اول مباراه يقودها، فبالتالي لازم يصحصح لعيبته وحس بالخطر بعد 20 دقيقه بعد لما الاسماعيلي مسك منه المباراه، واحنا بنلعب في الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول، وال20 دقيقه الاولى او ال15 دقيقه الاولى كانت للسموحه ضيع فيها فرص تقريبا كان زمانه مستريح، الاسماعيلي انتفض ومسك المباراه من نادي سموحه بعد 20 دقيقه، وضيع فرصه من محمود عبد العزيز، وادي فرصه وادي يا سلام يا مهدي يا سليمان، يا سلام يا مهدي يا سليمان، وعم محمد زيكا بيضرب دماغه في الاعلان، وفرصه هدف تروح يصدها سليمان محمد المهدي سليمان، وتتقلب الكره على طول هناك يعني عند محمد فتحي يطلع الكره بره ملعب اوت. اذا الاسماعيلي قبض على المباراه زي ما احنا بنقول، وفرصه هدفين، واحده لمحمود عبد العزيز بجار القايم، وفرصه اخرى للنادي الاسماعيلي لزيكا يصدها محمد المهدي، وعلى حلم طولان انه يشوف ايه الحكايه في فريقه هذا. هنشوف فاول وضربه حره مباشره لمحمود حمد، اهو بيشكر ربنا بعد الصده اللي صدها، ادي الفرصه الاولانيه اهي، ادي فرصه اهي، ادي بطن الرجل محمود عبد العزيز فرصه هدف اكيد، وادي الفرصه الثانيه وما فيهاش حاجه خالص، واهو زيكا زيكا، انما برافو مهدي سليمان مخرج المباراه هناك هايل، مخرج مباراه الملعب هناك هايل ومصحصح معانا، ومخرجنا الجميل هنا احمد طيب برضه مصحصح معانا، واحد يقول لي امال ايه اللي هناك وايه اللي هنا، اللي هنا ده بينقل حاجات كتير جدا، واللي هناك برضه بينقل الهواء. عموما ضربه مرمى لنادي سموحه والمهدي سليمان، وادي منصوا اهو والكوتوفاري، وتتلعب الكوره على طول اماميه عند هيرمان يلعبها بدماغه، والخطوط انفصلت عن بعض لنادي سموحه، اما الاسماعيلي خلاص ادي احمد سمير على طول يلم وعاوز يعمل خد ويقطعها منصوا تنزل في نص الملعب، وروح على طول لهيرمان، هيرمان يلعبها لعبد الخالق، عبد الخالق يفتح اللعب هناك عند هشام فتح الله، يقطع البعلي على طول، ورايا وصفاره صح جدا راجع من الخلف للامام لاعب الاسماعيلي ورفع احمد مصطفى رايته ضربه حره غير مباشره لنادي سموحه. تتلعب الكره على طول لاوكا. سموحه بعد 20 دقيقه فقد معالمه وفقد جمله اللي بدا بيها، والاسماعيلي هو الافضل وهو اللي مستحوذ وهو الاكثر فرص حقيقيه. ومع هذا المباراه لسه ما نقدرش نتكلم فيها، التعادل يضر سموحه لان سموحه في عرض الثلاث نقاط 17 نقطه ما تطمنش جدا في وسط 21 و24 و24 و524 و525
و517 واللي بياخد نقطه بيجري دلوقتي النقطه ما تنفعش. هجمه ليه نادي الاسماعيلي والحكم كده كان هيصفر للالا وبعدين تردد وتتخطف الكوره وياخدها سموحه على طول. احمد منجا يمشي وماشي واحمد شكري والبينيه الاماميه يطلع المخضرم عصام الحضري ويمسك على طول. عصام الحضري اماميه مهدي سليمان اوكا بعد هذا اللقاء في المقاولين مع النصر. النصر ايه 14 النصر 14 نقطه ومارين 21 نقطه وهنشوف بس احنا مش هنزعقه لكم بس عشان تعرفوا النقاط وفرق النقاط. تنزل الكوره عن منصوا يريحها لطلعت وطلعت عكسيه لهيرمان يصلحها بصدره انما الراجل نايم هناك عبد الخالق انما اللي مع عبد الخالق عاوز يعمل هاته خد انما مقفل النادي الاسماعيلي. تروح لايمن اشرف تنزل الكره للنادي الاسماعيلي في النص تتلعب على طول لمنصوا ويلعبها هيشوت واحسن حاجه يشوت ده احمد شكري حلوه فيها فكره وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. صحصح مره اخرى نادي سموحه والمباراه على فكره حلوه وحساسه لكلا الفرقتين وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. يوم الجمعه الجايه اتحاد الشرطه مع بتروجيت. شايفين قوات الشرطه الاولاد دي احنا لازم نرفع لها القبعه ولازم ان احنا نشد من ازرها ولازم التوك شو وبعض وسائل الاعلام انها تشد من ازر الناس ديت اللي مقعداكوا في البيوت مطمئنين وبتنزلوا تروحوا السينما وتتفسحوا وهم قاعدين كده يعني على طول. رابط الجأش الشرطه تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب عند عمرو صليات تتخطف وياخدها نادي الاسماعيلي. احمد سمير يلعبها على طول لعبد العزيز ثلاث اربع نقلات وعلى نادي سموحه ياخد باله ويخش سيد فريد ويطلع كوره بره الملعب. اول فرقه اسماعيل احس ان هي تقيله لما بتمسك كوره على سموحه. يادي زيكا يلعب الكوره تتخطف ياخدها مانجا ويقطع العيش ترد مره ثانيه لهيرمان لعيب كويس على فكره انما ياخد فاول من محمد البعلي. لعيب حلو بس مش شاغب. بصوا هو خد فاول خلاص بقى يا عم انما بص ماسك ظهره وبتعمل اللي بيعمل مشاكل. دي كميه الفاولات المخرج بتاع اللقاء هناك بيجمعها لنا. ادي هيرمان ده مجمع لنا الكرات بتاعت هيرمان اهو ووقع هيرمان على الارض بيقول لك لعيب مشاغب وعاوز يلفت النظر من اولها كده. يعني هيرمان اللي بيلعب النهارده في النهارده بدلاء بتوع نادي سموحه محمد صبحي احمد فوزي فادي نجاح ابراهيم حسن ياسر ابراهيم اسلام عبد المنعم وصلاح امين. وادي الكابتن حلمي طولان يعني كتر خير خيره وبدلاء اسماعيلي محمد مجدي جمال حسنين بهاء مجدي عمر الوحش ابراهيم حسن احمد زياده وشكري نجيب وضربه حره مباشره وشكري انما فين في ايد عصام الحضر. 36 دقيقه من زمن الشوط الاول اللي يشابه تماما الشوط الاول في لقاء المقاصه ووادي دجله. الكره في الملعب صحيح ولكن خطوره على فترات متباعده لكن الفرق بقى ان الاسماعيلي هو اللي ماسك الكوره بعد 20 دقيقه زي ما المقاصه اللي كانت ماسكه الكوره بعد 20 دقيقه من وادي دجله. انما بالمنظر ده لو سموحه ما خدش باله ممكن يتلط جول. تتلعب الكوره وادي زيكا وعلى طول باين الحكم صفر في رايه صفاره هيديله انذار ولا لا ده اللي هنشوفه اهو. لمسه يد ولا ايه بالظبط هي لمسه يد وضربه حره مباشره لنادي سموحه وكمل الراجل الكوره هنشوف محمد الحنفي هيعمل ايه. ما عملش حاجه وتتلعب الكوره ضربه حره مباشره تتلعب لنادي سموحه على طول. ايمن اشرف تروح لعبد الخالق تتخطف انما طلعت يلحقها يطلعها البعلي وتنزل لزيكا لايمن اشرف عوده حميده. ايمن اشرف كان عامل رباط تقريبا لسه راجع جديد اهو. ايمن اشرف غاب في عز ما هو كان هيروح المنتخب حظوظ. مصطفى طلعت يفتح الملعب لمنصوا تحرك حلو قوي من شكري يلم شكري ويضغط عليه العش وتطلع كوره رمي التماس للنادي سموحه.
لقطة حلوة قوي. وادي مستر ريكاردو، وادي مستر منسوا هيلعب رامز التماس، يلعبها لشكري ومعاه سمير، وضربة مرمى لنادي الاسماعيلي. الحضري لم يختبر، انما المهدي يختبر في لعبه. الخطوره للاسماعيلي من كورتين لمحمود عبد العزيز، واحده لزيكا صدها المهدي كان انفراد. عصام الحضري لم يختبر. المباراه لسه لغايه دلوقتي ما علاش حسينا فيها، انما في اجتهاد في الملعب بكلام مدربين ومحاولات لاعبين، ولكن اليد العليا حتى الان للنادي الاسماعيلي، ولكن بعد ربع ساعه من البدايه اللي كانت اليد العليا لنادي سموحه. عصام الحضري، احمد العش، احمد سمير طلع الفانيلا ايه وزنه زياده، يقطع من سواه، طلعت شكري تتخطف، خد النادي الاسماعيلي على طول. عبد العزيز للالا يوقعها او يقطعها اوكا، وعكسيه هناك حلوه قوي لزيكا، وعرضيه جميله قوي. اوه يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا اليكس، ده انت من البرازيل بس تايواني، مش ممكن برازيل. المهم ان هو جات له كره حلوه قوي، والبرازيليين الاساسيين اللي هم يعني برازيلي والبرازيلي ياخد الكره دي يقول الله لما اروح ارقص. ده الراجل لطشه بالعربي زينا كده. ضربه مرمى لنادي سموحه، والمهدي سليمان، وضربه مرمى لنادي سموحه. 40 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف، وكفاح من سموحه، لكن في شكل اداء لسموحه الصراحه بتاعت ربنا. يعني لو عملنا مقارنه بين سموحه في الماتشات ايام لافاني، في شكل، في تشكيل، وبيلعب مع فرقه تقيله اسمها الاسماعيلي، ولكن بيأدي وخطوطه متقاربه. وادي هجمه للاسماعيلي على طول، يعني تتلعب محمود عبد العزيز لعيب كويس قوي، عشان كده الانديه عاوز تخطفه. وادي الباك ده على فكره باك كويس من صوا، ويطلع الكوره بره الملعب اوت. رمي التماس للنادي الاسماعيلي، احمد سمير ورمي التماس للنادي الاسماعيلي، تتلعب للالا، يغمزها للالا وياخدها مره ثانيه، انما معاه سيد فريد، تطلع منه بره الملعب ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي. صح كابتن حلمي، هو صح عنا سهى، وضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي. طبعا عاوز الشوط الاول ده يخلص عشان يجمع قوته مره ثانيه، وعامل تشكيل كويس. مصطفى طلعت مع مانجا، مع عبد الخالق نص ملعب، رجع ايمن اشرف، نزل مهدي سليمان، وضربه ركنيه للاسماعيلي تتلعب وتعدي من الناحيه الثانيه، ويطيرها كده ابراهيم عبد الخالق، تنزل لمحمد البعلي، يلم ولا هيسيبها؟ لمها البعلي. لعيبه كتير قوي زي ما بقول لحضراتكم قبل كده، النادي الاسماعيلي مفرخ والله. وفي الاخر يقول لك الاسماعيلي وحش، ايه ده كل يوم بيطلق لعيبه وكل يوم بيبيع لعيبه، وحاجات جميله يعني الصراحه يعني. ومحاوله تصويب من بعيد قوي لمحمود عبد العزيز، وضربه مرمى لسموح. يوم الخميس الجاي الزمالك والاهلي، وزي بقول لحضراتكم اللقاء ده لقاء البطوله. واحد يقول لي يعني ايه البطوله؟ اقول له الزمالك عنده 40 نقطه، كسب جيري، عنده بعد كده النصر، الاهلي كسب فرمله وصدر له مشاكل، عنده ثلاث نقط من الداخليه مؤجلين، وادي شكري والعرضيه وضربه ورمي التماس لنادي السموحه. يكسب الاهلي يبقى عنده الداخليه يكسب، يبقى فرق نقطتين، يصدر مشكله كبيره. اذا التعادل ايضا يفرمل نادي الزمالك. اذا الزمالك عنده يوم الخميس الجاي مباراه بطوله، والاهلي مباراه عوده، هنشوف. بس يهمنا اللعب مش العصبيه، ويهمنا السلوك، ويهمنا كل حاجه. دي مباراه كره قدم بثلاث نقاط، وهم متعودين دايما يلعبوا على البطوله، ما هياش جديد عليهم يعني. تتلعب الكوره وترجع للمهدي سليمان، المهدي سليمان على طول بيبص لمين؟ 43 دقيقة
ونص من زمن الشوط الاول ودقيقتين وقت بدل ضاع محمد الحنفي اعلن عنهم لحسين اسماعيل فعلا لان الكره ما طلعتش كتير بره الملعب في اجتهاد بين الفرقتين جوه الملعب لكن ما فيش الاخلاء الفرص ادي ايمن اشرف يحط كره ورا عند هشام فتح الله تروح لمره تانية من هشام لايمن ولكن الاسماعيلي متحرك وبيهاجم وادي على طول مانجا ساعات بيلطش بس بقى مش اوانه مانجا مش اوانه لطش اي حاجه وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي 44 دقيقه من زمن المباراه. دايما كنا بنقول برضه لما مانجا كان بيلعب ايام جوزيه يا عم هتضيع فرصتك في لعيبه كتير جدا في الاهلي والزمالك بيضيع فرصتهم الاخر بقى يلعب للنادي ده والنادي ده وين زمان لما يبطل لك انا كنت بلعب في النادي ده لما كنت معاك ممكن تبقى نجم وهي بتبقى الخطيب وتبقى انما ده بقى اللي احنا بنقوله للفراج ونقوله للشيخ ربنا مديكوا حاجه حافظ عليها وخلي عندك طموح النهارده تبقى في المقصه بكره مش عارف فين بعده فين بعده في منتخب مصر كده يعني. عموما فاول على النادي الاسماعيلي وضربه حره مباشره ودقيقتين اهو دي مش علامه النصر يعني الراجل بيقول دقيقتين وقت بدل ضائع واجي على طول بكل شده ونشاط حسين اسماعيل الحكم الرابع بيعلن عنهم وواقع طلعت على الارض ان شاء الله ده مش طلعت اما نشوف مين اللي واقع ده عبد الخالق اهو واقع واحد من سموحه وان شاء الله يقوم سليم ونزل له الدكتور اهو بتاع الفريق وادي يعني الناس اللي نرفع لها قبعه هيطلع من الخدمه دي يطلع خدمه ثانيه وبعدين الناس تهاجمهم حاجه غريبه جدا ناس 24 ساعه في الشارع ولو ما كانش في الشارع قاعد في الاسم وكانش في الاسم قاعد مش عارف ايه وبعدين الاخر يعني الناس تلومهم يعني ده يعمل ايه الراجل ده لما تطلعه في وسط الناس قاعده تضربه هيعمل لهم ايه يعني واحد يقول لك حق التظاهر ده وقت تظاهر حق التظاهر ايه يا عم اقعد لغايه لما النهارده الرئيس بيشوف حركه المحافظين وبعدين مجلس الشعب جاي وبعدين لما يا اخي يبقى لك يعني حزب ولا يبقى لك حاجه بقول انما الاحزاب بره بتحاول انها تسقط حكومه بعض الاحزاب عندنا هنا عايز تسقط دوله وده لا الصراحه بتاعت ربنا يعني الناس على وجهها الماتش فيها هجوم اهو مفيش سعاده لان اللي جاي كده جاي يتسلى سواء هنا او هنا وبالتالي يعني بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع وقام عبد الخالق اهو بعد لما اتعالج وجنبه الدكتور مفيد خليل والدكتور وهنشوف الدكتور اسمه ايه تقريبا هنشوف وضربه حره مباشره لنادي سموحه طلع اهو عبد الخالق وهينزل وجنبه حسين اسماعيل وتتلعب الضربه الحره وعلى جنب يطلعها على طول احمد سمير بره الملعب اهو بنلعب في الدقيقه الثالثه من وقت بدل ضاع والحكم محمد الحنفي حاسب دقيقتين من حقه يضيف لما وقع عبد الخالق وتتقطع كرة زيكا النهارده على فكره عامل ماتش كويس الظاهر بيلعب في الارض الزحلقه كويس تتلعب انما الاسماعيلي ماسك نفسه بيلعب بهدوء وعارف بيعمل ايه تنزل الكرة لزيكا يلم زيكا ويعدي انما فريد حط رجله ويلحقها ما يلحقهاش وتبقى رمي التماس للنادي الاسماعيلي هل دي تبقى اخر كوره هنشوف رمي التماس دي للنادي الاسماعيلي وحلم طولان عليه هموم الدنيا كلها وكتر خيره رمي التماس للنادي الاسماعيلي واحمد سمير واعتقد انها هتبقى اخر لعبه في الشوط الاول والتعادل بدون اهداف وتنزل لعبد العزيز لاحمد سمير تروح الكره مره ثانيه لمنصوع يطلعها ياخدها النادي الاسماعيلي تنزل الملعب انتشاره كويس بيلاقوا بعض ادي البعلي يلعبها في العمق يطلعها سيد فريد مره ثانيه تنزل في نص ملعب لمحمود عبد العزيز مره ثانيه قالش هل هيلحقها انما سمير مش هو سمير يسيبها وهنشوف الحكم النهارده حاسب دقيقتين بيلعب في الدقيقه الرابعه وقت بدل الضائع ابراهيم عبد الخالق وقع بس وقع قد ايه بقى ما وقعش دقيقتين الدقيقه دي ممكن تعتمد على فرقه بدون لازمه المهم حلمي طولان حاسس بالخطر وبيقول يا ناس ياهو يلا اللي قلته لكم اشتغلوه ريكاردو مطمئن تماما الصراحه كتر خيره عامل فرقه كويسه ويصفر اخيرا محمد الحنفي حكم اللقاء بانتهاء الشوط الاول بتعادل نادي سموحه مع نادي الاسماعيلي بدون اهداف اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2 كان معكم معلق الرياضي محمود بكر اترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن احمد شوبير وهيئه محللي سي بي سي 2 كابتن ايمن يونس كابتن خالد بيبو فالى هناك
مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2 وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي سموحة مع نادي الإسماعيلي. انتهى الشوط الأول بتعادل الفرقتين بدون أهداف، وحنشوف بقى حلم طولان من المدربين المميزين إزاي يقدر يعالج سلبيات فرقته في الشوط الأول، وإزاي يعالج يعني ثغرات الفريق الآخر. حنشوف برضو مستر ريكاردو هيعمل ايه مع حلمي طولان. انما نقدر نقول ان الشوط الاول السموحة كان اول ربع ساعة عمل جيم كويس وضيع اكتر من فرصة، ثم اقتنص منه المباراة الاسماعيلي بخبرته. وادي اهو يعني مجدي علام جنب كابتن حلمي طولان، وهنشوف فيه تغيير ولا مفيش. والنهاردة حلمي طولان والدكتور محمدي ومجدي علام والمدير الاداري عبد الباري ميليجي والدكتور مفيد خليل وخالد مصطفى مدرب حراس المرمى، ده الجهاز بتاع الاسماعيلي. والتعادل بدون اهداف والناس بتشد من ازر بعض. وادي رقم 7 كابتن بتاعهم لنادي سموحه. هشام فتح الله. طيب كام محمد الحنفي، والكل في انتظار صفارة البداية الشوط الثاني. وسموحة هيبقى على يمينك والاسماعيلي على شمالك، وعصام الحضري بيقرا الفتحة بطريقته، والمهدي سليمان بيقرا الفتحة بطريقته. استنى عليا شوية وهنشوف ايه الحكاية، يا ترى بتعرفوا ربنا دلوقتي ولا على طول. وادي محمد الحنفي بيظبط في ساعته، لعيب يعني حكم كويس على فكره، في حكام كويسين كتار، ولكن اتسرع كابتن عبد الفتاح في انه يعني عاوز، مفيش حكام اجانب. دخلت الكابتن حرب في برنامج الملعب مع الكابتن شبير، عطى درس جميل، قال له احنا كنا بنجيب حكام اجانب على حكام فطاح المصريين، ده حمايه للحكم المصري. يا سلام على الخبره ويا سلام على الايقاع، انما تقول لي مين؟ نشوف ماتشنا مع بعض. وتوصل الكرة على طول لشكري، شكري يلعبها لمنشوا يعدي، انما ترد لشكري مرة تانية يلعبها لهيرمان، تطلع كرة برا الملعب او ترمي التماس لنادي سموحة. منشوا الباك اليمين لنادي سموحة اللي جاي من نادي سيو سبورت الكوتوفاري، يلعب رمي التماس لشكري لمنسوا لعبد الخالق، ترجع كرة ورا لفريد للمهدي سليمان، مجنح غلط ممكن يزحلق انما ما يقدرش يعمل غير كده. تطلع كرة عند احمد سمير، انا لو من حلم طولان العب على احمد سمير، وزنه تقيل جدا، كنا بنتناقش مع الكابتن ايمن يونس، وزنه تقيل جدا ولقطة، بمعنى لقطة احمد سمير في لقاء النهارده، انما مش واخد باله حلمي طولان عليه. تتلعب الكوره بيركز على الجبهه الشمال هو على طول زي ما اكشف فيه كده. ادي عبد الخالق، عبد الخالق وتطلع الكوره بره الملعب او تخبط في دماغ محمد زيكا وتطلع بره الملعب اوت. رمي التماس لسموحه، تتلعب لهيرمان تتخطف وعلى طول اوكا اماميه، يقلب البعلي تنزل لعبد الخالق ويشوط حلوه 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 عصام الحضري ببوكس، وفرصه لسموحه انما على طول تطلع كوره بره الملعب اوت. وبدايه قويه لنادي سموحه، نفس البدايه اللي حلمي طولان قالها لهم، لكن بينسوها بعد شويه، او سموح او الاسماعيلي بياخد منهم المبادره. هل الاسماعيلي هياخد منهم مره ثانيه المبادره، ولا يستمر سموحه في الضغط بتاعه الهجومي لعل وعسى؟ انما تنزل الكره على طول لاوكا بدماغه ونزلها نص الملعب، تتخطف الكره وياخدها الاسماعيلي اماميه، سيد فريد بدماغه يخش على طول، سيد فريد مره ثانيه وتروح لمنصوع الباك اليمين، عامل توتو كويس مع شكري، ينزلها لعبد الخالق، عبد الخالق ينزلها في نص الملعب اهو راحت له، تروح تلات اربع نقلات حلوين قوي قوي، انما تصويبه بلا داعي، والراجل بيزعق له
من عبد الخالق وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. بص الراجل فاضي عبد الخالق اهو، لو دحرجها له كده جول، والراجل واخد وضع الانفراد، انما كده اي كلام. ده الكره الاولانيه اللي شاد عبد الخالق، انما الثانيه اي كلام. دي الاولانيه الحلوه اللي طلعها عصام الحضري. ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي يلعبها عصام الحضري على طول، يخش مانجا بدماغه، وحلو طلعان حاطط مانجا كحائط قدام سيد فريد واوكا، قال له ما تتحركش من قدامهم عشان عبد الخالق هيطلع قدام، وعشان شكري هياخد مساحته، وعشان طلعت هياخد مساحته، فبيلعب ثلاثه سيد فريد واوكا، ومأخر مانجا في حضن اوكا شويه يغطي على ايمن ويغطي على اثنين السنترفات. ده شغل مانجا النهارده. من صراع ورمي التماس تروح له مره ثانيه، ورمي التماس ما طلعتش لسه الكوره، ياخدها نادي الاسماعيلي احمد سمير ونزلها لمحمود عبد العزيز على طول لاليكس بره الملعب، اول ترامي التماس لنادي سموح. اول خمس دقائق تقريبا من زمن الشوط الثاني، خمس دقائق استحواذ لسموحه وتسويبه طلعها عصام الحضري وهدوء للاسماعيلي ومنتهى الخطوره، الكوره بتاعت المهدي دي يطلعها من صواء اماميه تنزل شويه سرعه من سموحه يكسب. ليه بقى؟ لان نفس الطريقه بتاعت ريكاردو، انه بدا الشوط الاول هادي قوي ادى الفرصه لسموحه انه يسيطر عليه، ثم بدا الشوط الثاني هادي قوي ادى فرصه لسموحه انه يسيطر عليه. مش كل مره تسلم الجره، ممكن سيطره تيجي بهدف تتلعب بالكوره وتنزل على طول لايمن اشرف يلم، عاوز يعملها كعب تطلع بره الملعب او ترمي التماس لنادي الاسماعيلي. محمود حمد الباك اليمين للاسماعيلي ورمي التماس مره اخرى تطلع من لالا. الاسماعيلي ما حدش عارف مين السنتر فيلد بتاعه. لالا بيرجع في نص الملعب، هل زيكا هو اللي واخد التعليمات انه ينطلق من خط الوسط؟ هنشوف. حطوا عينيكم على لاعبي خط وسط الاسماعيلي، لان مفيش راس حربه صريح لالا بيقولوا عليه، انما بيرجع في نص الملعب. هل زيكا هو اللي بيخترق؟ فتحي بيخترق؟ يعني لالا بيخترق؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. وادي كوره تتلعب، وادي فاول على محمد البعلي ولا رامي التماس؟ هنشوف. ادي البعلي اهو وداخل على هشام فتح الله، ورامي التماس لنادي سموحه يلعبها ايمن اشرف وتطلع كوره بره الملعب، ضربه مرمى من هشام فتح الله. ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي، وادي الكره الجميله اللي طلعها الحضري رغم انها كانت في متناوله، انما عمل بمبدا السلامه ابراهيم عبد الخالق. الكره الوحيده في الشوط الثاني حتى الان تتلعب الكره وزيكا يسحلقها بدماغه كده تنزل عند اوكا ورمي التماس للنادي سموحه. مفيش معالم صريحه للنادي الاسماعيلي حتى الان، انما في خطوط بتتحرك ومبسوطين طول ما 0-0. في معالم لسموحه ان هو افضل وبيستحوذ وبيحاول وبيهاجم، والجنب اليمين بتاعه شغال اللي فيه منصوا وفي احمد شكري زي ما حضراتكم شايفين، وادي منصوا ماشي مكسب على فكره، وادي شكري يرجع الكره مطرح ما جت تروح لعبد الخالق يغير الملعب حلو قوي لايمن اشرف، يلم ايمن ويلعبها وحشه قوي تتخطف وياخدها محمود عبد العزيز ويلعبها على طول في المساحه الفاضيه للالا، انما اوكا فاهم، اوكا فاهم وبعقل كده يديها للمهدي، والمهدي على طول اماميه في نص الملعب على طول محمود عبد العزيز بدماغه، يخش فريد مانجا ويلعبها بدماغه، يخش البعلي بدماغه تنزل على طول لعبد الخالق على ماتش كويس على فكره، وتنزل عبد الخالق مره ثانيه بيدور على مين ينزلها لطلعت، وطلعت تروح حلوه قوي قوي من شكري لمن صغاه. سموحه مستحوذ ناقص يحط الجون، انما مين اللي هيحط له الجون؟ مفيش حد يحط الجون، يقطع احمد سمير واللي هيحط الجون لو ما خدش باله سموحه، لان الاسماعيلي عنده اللي يحط الجون على طول. عمرو السوليه تتقطع تنزل مره ثانيه في نص الملعب، واي حاجه في اي حاجه تروح الكوره لعصام الحضري. بيقول له كان قصدي مش عارف ايه وبتاع، انما معلش تحصل في احسن العائلات. وعصام الحضري على مهنه
وسبع دقايق من بداية الشوط الثاني، ومستر ريكاردو اهو على طول عصام الحضري امامي يطلعها السيد فريد، تنزل لهشام فتح الله المخرم وداخل، تروح لطلعت، طلعت لشكري، شكري هيلف ولا هيجيب على رجله الشمال ويلعبها. شفتم الفرق تاني، جات له جات له وبيوسع لنفسه، انما يلعبها وتروح ناحيه اليمين عند شفت الله، وضربه ركنيه، ضربه ركنيه يطلعها على طول باقتدار الصراحه محمد فتحي، وكانت ملعوبه من طلعت حلوه قوي قوي قوي. يعني نقدر نقول 8 دقائق لنادي سموحه، ولكن ما عندوش اللمسه الاخيره، بيأخرها شكر كتير، وما فيش راس الحربه اللي بيشترك مع البعلي والعش ومحمد فتحي، وضربه ركنيه لنادي سموحه على طول تتلعب حلوه قوي قوي. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا سيد فريد، يا راجل يا سيد فريد، الله يكون في عون بقى مجلس اداره سموحه كله واعضاء سموحه كلها واللي ماشي جنب سموحه وحلم طولان وجهازه في الكره اللي فاتت ديت. بص حضراتكم غلطه، بص عاوز ايه يا عم يا عمي يا عمي يا سيد فريد، طالما انك ما بتتصرفش صح في الحته دي طالع ليه؟ طالع تقيرهم، وفرصه هدف اكيد يضيع في الدقيقة 9 من السيد فريد لنادي سموحة، استقبلها وحش قوي. ليه بقى؟ لأن دايما المدرب يقول لك توقع خطأ الخصم، فالكرة اتلعبت قلشت مع دماغ العش وجات لك، أنت واقف نايم. تتلعب الكرة وتطلع بره الملعب أو رمي التماس، ومحمود حمد وخضر أهو بيقوم يصحصحهم، أشرف خضر ورمي التماس. دي بقى معاده بقى المخرج هناك شكله كده معرفش مين، ادي الكره اهي مش متوقع خطا الخصم، شكله محمد نصر 100% طالما بيكرر الحاجات دي كلها. تتلعب الكوره وتنزل وتروح وتتخطف على طول ايمن اشرف، انا هو بيعيد بقى، هنفضل احنا ايه قاعدين في الاعاده والزياده والاخر نلاقيها فاول. ضربه حره مباشره لنادي الاسماعيلي، و10 دقائق من بدايه الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف، وتتلعب الكره اماميه عند البعلي، انما هيرمان بدماغه وصفاره وفاول على احمد شكري، وضربه حره مباشره لنادي سموحه. هل الكرات الثابته هتبقى هي محور اداء نادي سموحه في التقدم، ولا حتى كمان للاسماعيلي في التقدم؟ لان ما شفناش جمل كتيره جدا ولا هجمات كتيره جدا، كلها زي ما حضرتك شايفين كده. المخرج هناك معجب جدا بالشوط دي بتاعت ملعب الخالي، خلاص عرفنا يا عم، هنشوف بقى الضربه الحره المباشره. بيكرر يعني في استحسان وفي زياده واوفر، اللعب موقوف صحيح بس بينقل علينا من غير ما احنا نشوف الملعب شكله ايه. المهم ادي اول تغيير، هيطلع اليكس وينزل رقم 7 ابراهيم حسن. ابراهيم حسن يطلع اليكس وينزل ابراهيم حسن، وضربه حره مباشره لنادي سموحه، ضربه حره مباشره لنادي سموحه، وحيطه من طلعت بشوط كويس ومانجا يمكن، انما شكل طلعت هو لا، الله الله الله، انما ده فين؟ ده مخضرم، هي رايحه حنينه. انما عصام الحضري النهارده شال كورتين بصراحه، بيقول انا لازلت يعني عصام الحضري. ادي الكوره اهي، طلع اليكس ونزل ابراهيم حسن، وادي برشاقه ومرونه عصام الحضري حولها ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي سموحه، الافضل والاحسن والاخطر، وتتلعب مرة تانية، انما يطلعها على طول زيكا بدماغه وتنزل ويمشي بيها، يمشي بيها لالا، رايح رايح، ده ابراهيم حسن لسه نازل، ابراهيم حسن ابراهيم حسن، انما مشى بيها مفيش حاجة خالص، اتخطفت منه، لالا كان جنبه وكان زيكا كان شماله، انما دي وقعت كسوف كده خايف من ريكاردو، وبروح طيبة كده سموحة تطلع الكورة بره الملعب. ده راجل لسه لاعب اهو، هنشوف ما فيهاش حاجه خالص، انما اتزحلق بقى، كان مصاب قبليها، كان مكسوف من الكره اللي فاتت ديت،
كل الامور دي ممكن تبقى مظبوط. كونسلته ما بين حلمي طولان وجهازه بيقول لي الدكتور مفيد جهز لي لعيب، ما هو ده بتاع الاحمال هيسخنه له بقى ويديه له، اتفضل جاهز. يا ترى حلمي طولان هيسخن مين؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. البدلاء بتوعه صلاح امين، اسلام عبد النعيم، ياسر ابراهيم، ابراهيم حسن، فادي نجاح، احمد فوزي، محمد صبحي. هنشوف. وادي حته كره سله، ومين بقى اللي ورينا دماغه كده او وشه؟ ده شكله اسلام عبد النعيم. اسلام عبد النعيم طب هينزل مكان مين؟ اكيد اكيد هينزل يعني مانجا. ممكن من شكر عامل ماتش كويس، هنشوف يمكن ينزل مكان مانجا او هشام فتح الله. هنشوف التغيير بتاع حلمي طولان، اسلام عبد النعيم اللي بيستعد عشان ينزل وبياخد تعليمات النهائيه منه. ادي المهدي سليمان وعلى طول اماميه، تنزل في نص الملعب تتخطف، ياخدها الاسماعيلي مره ثانيه، يخش اوكا بحنيه تتقطع منه وتطلع بره الملعب اوت من محمد علاء لالا. الاسماعيلي من غير جون انطوي مش خطر، الاسماعيلي من غير جون انطوي هيتعب، ولكن لازم يعملوا كده. واحد يقول لي لو ما بنعوش دلوقتي هنجيب فلوس منين؟ هو ده الاحتراف. فمحدش هاجم مجلس اداره ابدا. 20 مليون جنيه يقدروا يبحبحوا مع الناس دي بدل ما كلهم يقعدوا ملويين من الجاء من مجلس اداره عايزين فلوسهم. هو الاحتراف كده، ببيع زي ما جبت جون انطوي هجيب غيره. انما في ناس بقى افقها ضيق تهاجم مجلس اداره زي اللي بعض الاحزاب عندنا كده. انما ده نوع من الاستثمار الناجح. هيطلع مانجا زي ما قلت لحضراتكم، وهينزل في يعني تغيير في لمحه هجوم شويه، هينزل اسلام عبد النعيم. هيطلع شكري ده رقم 30، ده شكري. شكري ايه اللي هينزل؟ هيطلع هينزل اسلام، اسلام عبد المجيد. طلع شكري ونزل اسلام. وميزه اسلام انه متحرك وبيتصرف افضل من شكري لانه بيتاخر في اللمسه الاخيره. وادي العرضيه هناك ومغطي احمد سمير. هيرمان والله يسمحها ممكن في اي لحظه تجيب هدف، انما هجيب هدف ازاي اذا كان يعني بيلعبوا فرد واحد وبيضيعوا الفرص بعد. ادي طلعت يلعبها لشام اسلام عبد النعيم، تتخطف المساحات الفاضيه، خطر على نادي سموحه، انما سيد فريد بخبرته قفل على محمد زيكا. يبقى ابراهيم حسن نزل مكان اليكس في الشوط الثاني لنادي الاسماعيلي، وطلع احمد شكر نزل اسلام عبد النعيم. تغييرين في نص الملعب، ولكن اعتقد ان تغيير اسلام عبد النعيم افضل. عبد النعيم من ناحيه انه لعيب بيقدر يمسك كوره، بيقدر يتصرف صح. اقول لما هناك ده هنشوف الجنب اليمين لنادي سموحه، اسلام عبد النعيم جنب منصوع. ادي طلعت واسلام جابها عاملها حلمي طولان، تنزل لعبد الخالق. عبد الخالق لايمن اشرف. خلي بالكم سموحه افضل من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه الانتشار، من ناحيه التسليم وتسلم، بس ملهاش انياب. طب هتعمل ايه بقى؟ ملهاش انياب، يبقى هتعمل ايه سموحه اللي يعني جايبه 19 هدف حتى الان وعليها 22 هدف. محمود حمد وكره اي حاجه تروح للسيد فريد، تنزل في نص الملعب اللي فيه عمرو السوليه ومحمود عبد العزيز ومحمد فتحي وابراهيم حسن، اربعه اقوياء في نص الملعب للاسماعيلي. ممكن حد منهم بيروح في العمق الدفاعي بتاع نادي سموحه زي ما حضرتك شايفين كده. ادي لالا بيريح، انما ده لالا بيريح الكره، لا انا بقول بيريح خط دار الاسماعيلي، مفيش خطوره عليه. وادي من سواه نقدر نقول عامل ماتش كويس. ادي طلعت ينزلها جمله، ادي عبد الخالق. كنت بروح ازور انا نادي سموحه من بعيد كده، ادي مانجا، كنت بشوف حلمي طولان طول الفتره اللي فاتت بيعلمهم جمل، بس طبعا فتره قصيره كتر خيره. اهو نادي سموحه عامل 500 الف جمله، بس عاوز اللي يحط الهدف. ادي منصوره يروح الكره هناك عنده، هيشيل بقى. ومين هنا؟ ومين هنا؟ في هنا الحضري، في هنا الحضري على طول يمسكها الحضري. 17 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ولا زال التعادل قائم بدون اهداف بين نادي سموحه والنادي الاسماعيلي.
وعصام الحضري بيهدي الملعب وكأن يعني هما جايين ياخدوا نقطة النهاردة. معرفش التهدئة دي ليه رغم في فرق كبير. اه بيبقى عشان حد هينزل رقم 22 من سموحة، 27 من سموحة. اه هيطلع ايمن اشرف وينزل ابراهيم حسن. في اتنين ابراهيم حسن بقى، طب هنعمل ايه؟ في ابراهيم حسن اللي لسه نازل دلوقتي من سموحة رقم 27، وفي ابراهيم حسن رقم 7. يبقى هندلع ان بتاع الاسماعيلي هنقول حسن، وهندلع بتاع سموحة هنقول ابراهيم عشان نخلص من الموقف ده. يبقى ابراهيم الباك اليمين ينزل مكان ايمن اشرف اللي رجع من اصابه واداله فتره بتاعته واطمئن عليه حلمي طولان، وحسن اصلا في نص الملعب مكان اليكس من الاسماعيلي. ادي حسن اهو بتاع الاسماعيلي يلعب الكوره لالا وتنزل لوحده ما يقدرش يعمل اي حاجه، يخطفها منه سيد فريد لو عرفش فيه كده يخش مانجا. شوف حلمي طولان بقى ومدرب قال لك انا دايما باخترق من سيد فريد واوكا، حط الواد مانجا ده قدامهم. وما فعلا مانجا النهارده جندي مجهول رغم قله هجمات الاسماعيلي، انما كان دايما سموحه يروح ملطوط جون على سهوه كده من سرحان من سيد فريد من اوكا، فحطت لهم يعني او مأخر لهم احمد مانجا في على هذا المباراه عشان يدفيهم شويه. وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي، وعمرو صليه واقف على الجون. وكل التحيه لحسن عبد ربه ربنا يشفيه، الحته دي كانت بتاعته، وكانت عبد الله السعيد ايام الاسماعيلي كانت بتاعته، وفي اول مروحه للاهلي كانت بتاعته انما هربت منه. وعلى طول عمرو صليه وضربه حره مباشره، وسمير كانت بتاعته، وادي سمير بقول لك كانت بتاعته، وشوت على طول احمد سمير في الحيطه، وفي صفاره ومانجا بيبص وياخد فاول وضربه حره مباشره لنادي نادي سموحه. داخلين على الدقيقه 65 يعني الدقيقه 20، احنا بنلعب في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني، وسموحه والاسماعيلي التعادل من اهداف، ولكن سموحه افضل من ناحيه الاداء الجماعي، ولكن الاسماعيلي ممكن يخطف. خدوا بالكم من اللي انا بقوله، هنشوف. ادي على طول حسن من الاسماعيلي، ما احنا اتفقنا بقى نقول حسن من الاسماعيلي وابراهيم من سموحه، الاثنين اسمهم ابراهيم حسن. تتلعب الكوره على طول عند اوكا ولا لا تطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس لنادي سموحه. تغيير تاني رقم 18 احمد ابو زياده مكان محمد زيكا من الاسماعيلي، طلع زيكا ونزل احمد ابو زياده. احمد ابو زياده هيعمل زياده عدديه ولا اسمه كده؟ ده جاي من كفر الشيخ السنه دي بيقولوا لي، يعني بداوا يساعدوا وليد قاسم ومايكل مجدي ومحمد حامد ودانيال جورج صحصحين النهارده معايا، ده جاي لهم من كفر الشيخ. احمد ابو زياده اسمه كده، اسمه كفر الشيخي فعلا، هنشوف وده مش عيب. احمد ابو زياده ينزل مكان زيكا، وعشان كده بقول لكم الاسماعيلي دايما ولاد اهو، ده جابه من كفر الشيخ، هتشوفه وبعدين بعد كده الانديه تشوفه وعاوزه تخطفه وبعدين تشتريه وبعدين يبيعه، حاجه جميله الصراحه. يعني جمله والعرضيه وحشه، الكرات العرضيه وحشه قوي بالجنب اليمين بتاع نادي سموحه، رغم ان هو وصل وعدى من احمد سمير كتير جدا، انما منصوراه واحمد شكري لما طلع ولسه اسلام عبد النعيم ما عملوش الكرات اللي فيها الخطوره. ادي كره في العمق يطلعها احمد العش وتنزل مره تانية في نص الملعب عند محمود عبد العزيز، يريح بيها الكوره لاحمد سمير تخبط وتطلع بره الملعب. اذا الاسماعيلي عمل تغييرين، طلع زيكا ونزل احمد ابو زياده لاعب كفر الشيخ السابق، وطلع اليكس ونزل ابراهيم حسن رقم 7 وناقص له تغيير واحد وزقه ورمي التماس للنادي الاسماعيلي. رمي التماس للنادي الاسماعيلي هيلعبها احمد سمير، يصطادها محمود عبد العزيز وبكعب رجله كده يطلعها بره الملعب. اول مفيش حماس عند الاسماعيلي، مفيش كره الدراويش مدرسه قافله هناك، انما في متوسط اعمار 23 سنه. دي الكره بتاعت زيكا في الشوط الاول اللي انقذها المهدي سليمان. يبقى الاسماعيلي ناقص له بعض اللعيبه عندهم خبره، اتعرى تماما لما جون انطويت مشي، بس لازم يعمل كده.
راجل لازم يعمل كده. اتخصم منه 6 نقاط انما دوحر وبقى عنده 26 نقطة. ده سوى الاهوال نادي الاسماعيلي ده كتر خير خيره الصراحه يعني. ورغم كده في معارضين المجلس ده ما اعرفش ليه. ادي محمد فتحي اللي كان في الشاشه سابها لعصام الحضري وضربه حره تتلعب على طول الاسماعيلي على طول اوكا بدماغه ترجع الكوره لمنصوع سبعا بتاعه سمير قطب بس ايه في منتهى الخطوره كانت هتتخطف منه وتنزل الكوره. الاسماعيل عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز صلاح امين بقى، عاوز واحد خطاف بصراحه يعني. هو اسماعيل عمل تغييرين بس ما يقدرش دلوقتي يعني حلمي طولان يجازف لسه بدري 68 دقيقه من المباراه لسه حد يتعور ولا حاجه. انما كل واحد ريكاردو وحلمي عملوا التغييرين فلازم يبقى على التغيير الثالث في ايده شويه حد يتعور ولا حاجه. من سواء عمل شغل كتير جدا انما مفيش انتاج من ناحيه اليمين. طلعت وعبد الخالق ضرب لخمه اتخطفت انما تروح لمانجا اللي ثابت قدام السنتر عارفين. احب شغل المدربين اللي يبان واحب اللعيب اللي ينفذ شغل المدرب. عبد الخالق يلعب الكره لسيد فريد بكل المقاييس لازم نقول سموحه افضل سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. انما تحس ان الاسماعيلي كده بيلعب زي اللي بيلعب على القاضيه. هنشوف ايه الحكايه في المباراه ديت. الله يكون في عون يعني نادي سموحه ومسؤوليه والله يكون في عون نادي الاسماعيلي برضه وجماهيره. وادي محمد جالي كده معلومه يعني جميله من بدوي سعد بيقول لي جون انطوي عمل 12 هدف والباقي عمل باين 10 اهداف. ما احنا قلنا كده. امال يعني جون انطوي طلع فحسني عبد الرب ربنا يشفيه عنده هدفين، سوليه هدفين، ومحمود عبد العزيز هدفين، دول اللي فاضلين بعد جون يعني. يعني هم الهدافين بتوع الفريق. هنشوف ايه الحكايه بالظبط بس برضو انا مع بيع جون انطوي عشان خاطر الباقي ياخد فلوسه والباقي يبقى فيه نوع من الدفء وفي نوع من الحماس وفي نوع من اللعب. امال هي كده اقول له ما عنديش فلوس عايز العب مش هلعب. ضربه حره مباشره وده عرف الاحتراف. 70 دقيقه من زمن الشوط الثاني 25 دقيقه وضربه ركنيه البعلي يحط الكوره فوق وتطلع ضربه ركنيه. 25 دقيقه من زمن الشوط الثاني ولا زال سموحه افضل ولا زال الاسماعيلي بيلعب بهدوء غريب وعلى سموحه انه ياخد باله قوي من الهدوء بتاع نادي الاسماعيلي ده وعلى سموحه انه يستغل انه بيلعب في نص ملعب الاسماعيلي طول الشوط الثاني. والضربه الركنيه تتلعب وكعب كده يعدي الكوره وتنزل على طول لمحمد البعلي يطلعها اي كلام تروح لمنصور ملا مكان الراجل ده بس اللمسه الاخيره بتاعته وحشه. طيب اما ملاشي يبقى نقول نص كوبايه ماشي. ادي منصوا انما حسد لا يقطع ويجيبها مره ثانيه عنده عنصر قوه تروح لاوكا تتخطف في الكوره وياخدها حسن حالف حسن ان هو ما يلعبش مع حد تتقطع منه الكوره وياخدها نادي سموحه وتروح على طول لابراهيم اللي هو باك اليمين رقم 20 هيطلع رقم 20 من سموحه احمد فوزي وهيطلع رقم 7 هشام فتح الله. احمد فوزي تغيير في محله ما شفناش احمد هشام فتح الله في حاجه بس ده احمد فوزي بيلعب باك. هل هيلعب باك ومن سواه يطلع قدام؟ حط عينينا على احمد فوزي اللي نازل ده رقم 20. وعلى فكره حلمي طولان من اللي بيوظف الناس كويس حسب ظروف المباراه. هنشوف نحط عينينا على احمد فوزي وعلى من سواه. ممكن من سواه ده هو اللي ياخد الطرف اليمين واحمد فوزي يبقى وراه ويبقوا الاثنين دول اهو يبقوا الاثنين دول هم ايه اللي جابها يمين بتاعته بعد ما غلب مع شكري وغلب مع اسلام عبد المنعم. يعني اسلام عبد المنعم هيجي طرف شمال حلمي طولان بيعمل اللي عشان خاطر يفكر في فرقه. انما ده لازم
عنده ناس بيقدر يشكل منهم فرقة وضربة حرة مباشرة. ومصطفى طلعت يلعبها حلو، الله، انما فين 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 يطلعها على طول دفاع الاسماعيلي وتنزل وتنزل الكرة مرة تانية وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة للنادي الاسماعيلي ضد محمد فتحي. هيقوم اهو اعمار سن صغيره، ممكن بعد كده يجي لهم شويه خبره، وعين الراجل لطش الكوره بس ابراهيم عبد الخالق. انما ادي التغيير الثالث، رقم 24 طلع لالا ونزل رقم 24 شكري نجيب. شكري نجيب لاعب المنتخب الاولمبي مع حسام البدري، يدل على ان ريكاردو بيقول لهم انا بعمل لكم فرقه محدش يزعل مني. الراجل صح كلامه. شكري نجيب رقم 24 نزل وطلع لالا، وتنزل الكوره على طول العش يقطع، وتنزل الكوره لاسلام عبد النعيم اللي جه ناحيه الشمال، واهو وادي اسلام لعيب كويس، انما لعب ماتش واحد كويس وبعد كده قال لك خش رجلي بوجعني كان بيتعالج. وادي ابراهيم حسن الباك اليمين لسموحه، وادي اهو اسلام عبد النعيم اللي جه طرف شمال عشان من سواء يبقى هو طرف يمين واحمد فوزي طرف يمين وراه. الراجل حلمي طولان بيلعب بكل بلغ الحجر، يجيب ده هنا ويجيب ده هنا على امل انه الاخر يثبت على التشكيل. ولكن احقاقا للحق لازم نقول ان في فرق كبير جدا ما بين سموحه النهارده وما بين سموحه ايام لافاني من ناحيه الاداء الجماعي ومن ناحيه التشكيل والكلام ده كله ومن ناحيه الحمقه. انما الامور النهارده ما تطمنش. واحد يقول لي ليه اي حد يكسب النهارده، واحد يقول لي يا راجل ادي سمير اهو وبيحاول يشوط بقصبه رجله ولا زمان وتروح الكره للمهدي سليمان. ده اللي شاط ده اللي لسه نازل شكري نجيب، اول شوطه لشكري نجيب لاعب الاولمبي المنتخب الاولمبي. الاسماعيلي في ميزه يكن يكن وبعدين مره واحده كده يفور، هنشوف. تتلعب الكوره وتنزل لمحمود حمد يرجعها لعصام الحضري، وعصام الحضري بمبدا السلامه يطلع الكوره بره الملعب. 75 دقيقه يعني نص ساعه تتلعب. وهيرمان ولعيب كويس على فكره، لعيب كويس قوي قوي هيرمان، ومكسب كويس اللعيب دوت هيرمان. وخمسة ونص ساعة من زمن الشوط الثاني، وحظ الحضري حلو في كورتين. ادي هيلمان اهو يلعبها وفيها فكرة كويسة جدا لو بين القائمين ولا كان يشوفها الحضري، بس كانت عاوزة شوية سكرو شوية كده، انما ضربة مرمى للنادي الاسماعيلي. نص ساعة من الشوط الثاني، سموحة الافضل، سموحة اللي بيحاول يهاجم، الحضري بخبرته بيلقط الخطورة، ونص ملعب الاسماعيلي وخط ظهره واقفين في نص ملعب مقربين خطوطهم، ما عندهمش النزعه الهجوميه. انما هنشوف ايه الحكايه دلوقتي في بقيه هذا اللقاء. وفاول على ابراهيم حسن الباك الشمال بتاع نادي سموحه، فاول صح يتلعب الكره على طول بره الملعب، رامي التماس لنادي سموح، رامي التماس لنادي سموح، هيلعبها فوزي للسيد فريد. ده الواحد بعد كل التمرير عاوز ينام ويقوم، وبعدين يقول التمرير راحت فين، هنام شويه اهو وهنبص. الكوره مع احمد سمير، قمنا على طول عاليه هناك، منجا بدماغه، عنصر السرعه مفقود خالص في هذا اللقاء من الفرقتين. سموحة وطلعت وجنبه على طول امام، الله على الاستقبال، الله على الاستقبال، وضياع فرصة هدف من ابراهيم عبد الخالق. حط نفسه في حتة يقول له متشكرين قوي قوي، اعمل من ده كتير يا عبد الخالق. لقطة حلوة 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 وفرصة هدف، تحرك حلوة من طلعت، بصوا استقبل كرة حلوة قوي قوي يا راجل، حرام عليك حرام. إذا سموحة الأكثر فرص في هذا اللقاء والأفضل من نادي الإسماعيلي في كل المقاييس، والله يكون في عون حلمي طولان. عمل جيم كويس لغاية دلوقتي والكرة خداعة. وبص اللقطة دي، و يا سام الحضري بيقول له هات من ده كتير وشكرا على الكرة اللي فاتت ديت من إبراهيم عبد الخالق.
الكرات اللي زي دي بتخض المدرب. انا لما كنت العب فيه كرات كده تخض، ممكن كره الاسماعيلي تخلص طالما انا مش عايز اجيب، وادي كره على طول تتلعب الكره وتطلع بره ضربه ركنيه. احمد ابو زياده، الراجل بلع الفرصه اللي فاتت اهو اللي اهدرها ابراهيم عبد الخالق، وضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي، وحذاري من الكرات الثابته وتنزل لسمير، سمير بكعبه وعلى طول المهدي سليمان. واللي حضراتكم الاسماعيلي ملوش امان كرويا، وتصويبه برده من شكري، يعني نجيب اهو لاعب المنتخب الاولمبي عمل نحرره وعمل خطوره مرتين ورا بعض اهو، الراجل رجليه على الجون على طول. وادي المهدي الصراحه عامل ماتش كويس قوي، المهدي المدرب بتاعه النهارده طبعا خالد مصطفى مدرب حراس المرمى. تتلعب الكوره يطلعها العش، يخش مانجا بيدور عليها، راس الحربه راس المثلث اللي قدام، بص مانجا بص مانجا واخد واجب، اقف قدام الاثنين دول صداده وتتلعب الكوره. ويمكن ربنا مأخر هدف، ادي اسلام عبد النعيم، اسلام اسلام انما بيضغط كويس قوي نادي الاسماعيلي، وعلى طول لاسلام مره ثانيه ومفيش حاجه. اسلام الاسلام بيتعاملوا حاجات غريبه جدا، وبالبوكس حلو قوي عصام الحضري. سموحه واحد يقول لي ينقصوا ايه؟ ايه الحميه اللي مع الحضري دي طول المباراه؟ يعني الراجل حاسس ان هم بيخدموه، يعني ما فيش حد منهم مستأسد عليه، فالراجل بيطبطب عليهم ليل نهار. ده انا شايفين كده اهو، ادي فرص بتضيع بالزوفة. واحد يقول لي هو سموحه ليه متعادل لغايه دلوقتي؟ اقول له من الكلام اللي انت شايفه ده، فرصه في اتنين في ثلاثه بيضيعها نادي سموحه، وممكن في لحظه تبص تلاقي الاسماعيلي راح لابب جول. واحد يقول لي اقعد ساكت حاسكو، هي كرة كده انت بتضيع، طب خلاص انا ممكن اخطف. هنشوف ايه الحكايه بالظبط. تتلعب الكوره عرضيه هناك وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. 79 دقيقة يعني 34 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وداخلين في الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني، ولا زال سموحة مسيطر، ولا زال سموحة بيضيع الفرص، ولا زال اسماعيلي كامن ومبسوط بالدرون ده، ولا زال الدكتور اسماعيل وكيل النادي بيولع في سجايره، والكل من دول كلهم طبعا نادي سموحة وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي الاسماعيلي. انما المباراه غريبه جدا وما تطمنش، لكن اللي نقدر نقوله ان حلمي طولان يعني عمل فرقه. واحد يقول لي ما تستنى، اقول له هستنى، بس الشوط الاول وال 35 دقيقه من الشوط الثاني اعتقد ان لازم نرفع القبعه لحلمي طولان اللي اعاد مره اخرى سموحه الى عرينه بلعب جماعي بناس لسه ما فهمتش بعض ورقعها جنب بعض. يعني هيرمان جاب من صواه، ابراهيم عبد الخالق حط مانجا قدام سيد فريد اوكا، لعب ايمن اشرف وريحه بابراهيم حسن، نزل احمد فوزي وطلع من صواه قدامه، قاعد يجيب ده هنا ويجيب ده هنا عشان يستقر على فرقه يقدر يبدا بيها رحلته. وادي جنودنا البواسل اللي هيطلعوا من الخدمه في الاستاد هيروحوا خدمه تانية يا ترى فين؟ وبعدين الناس تقول لك كاني وماني، الناس دي يا جماعه دي امانه في رقبتنا، هم وظباطهم والجنود وصف ظباط وجيشنا اللي في سينا وبرضه الشرطه، ناس بتطلع عشان ناس تضربها خاينه، وبعدين الاخر يحصل اي حاجه يقول لك كاني وضرب وعمل وسوى. طب انا اعمل ايه؟ يعني اقول لي اعمل ايه؟ الفتره اللي جايه دي مطلوب الشعب يبقى مع الناس دي. يعني ايه مع الناس؟ يعني شايف حد غلط يمسكوله، بس لما حد يبالغ على حد يحمي التاني، للناس بتخاف. وبعدين مفيش حاجه اسمها بقى هنا مطريه هنا جيزه، لا خلاص بقى لازم الحكومه تشوف شغلها عشان خاطر ما تبقاش الامور تتفاقم، وان شاء الله كل شيء هيبقى سليم، وان شاء الله تبقى الامور كويسه. وهي كويسه، بس بعض الاحزاب اللي عاوزه تحشر نفسيها في مجلس الشعب، انزل الشارع، روحي اعملي عشوائيات، روحي اعملي كذا، بدل ما تقول عاوزين نشيل وزير الداخليه. يا عم ده اللي انت طلعت بيه، يا حاجات غريبه جدا. زي ما قلت في البدايه، المعارضة في العالم كله بتحاول تسقط الحكومات، أما هنا بعض المعارضة بتحاول تسقط البلد، وده عينكم ويعني عمرها ما هتحصل، لأن البلد بقت بلد. وآدي اللواءات والعمداء والصف الضباط مش هيروحوا، أنتوا هتروحوا بيتكم ودول قاعدين. آدي فريد
وقع على صبعه الكبير ولا الصغير اهو. وادي الدكتور موفق، الدكتور محمد دكتور الفريق، وهنشوف ايه الحكايه بالظبط في موقف حرج جدا. وادي الكره اللي ضيعها بيعيدها مخرج المباراه هناك. النهارده مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، ومدير الانتاج محمد عطيه، وفرقته عصام عصام ومحمد فهمي، ورئيس تحرير وليد عبد السلام، ومدير التحرير ابو محمد احمد تيمومي، والمعدين بدأوا سعد وليد قاسم مايكل مجدي محمد حامد ودانيال جورج، والمونتاج ومساعد مخرج وايد النجار هند شوبير، مدير التشغيل محمد العشري، صوت المهندس طارق عباده، بس ملعب السنوسي، ومخرجنا الجميل احمد طايل. ونزل على طول مره ثانيه سيد فريد، لان مفيش وقت، والفتره اللي جايه فتره حرجه جدا جدا لنادي سموحه اللي متعادل. صحيح التعادل بالنسبه له يعني يضر، انما انا اتعادل ما تغلبش عشان عندي 6 بونت بعد كده مع دمنهور والاسيوطي، مع احترامي ليهم. اذا بقى سموحه ما خدتهمش يبقى مع احترامي ليه، كل سنه وطيب. عموما الكره ملهاش كبير، وهنشوف ايه اللي بيحصل في هذا الموسم، ونتمنى يوم الخميس الزمالك والاهلي يخرج عرس جميل زي ما عودونا دايما، ويكون في نجوم كبار من الناشئين هنا وهنا، وفي نجوم من الناس اللي اشتروهم، ويطلع الناس كلها سعيده بهذا اليوم. ادي اسلام عبد النعيم عاوز يعدي يخطفها مره تانية ليه عبد الخالق، صعبان عليا قوي، سموحه اللي مستحوذه ومش عارفه تخترق. ادي منسوا يلعب كوره، وفوزي مستنيه، تطلع بكره على طول عرضيه هناك، مغطي 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 حلو قوي محمود حمد، وتطلع كوره ضربه ركنيه. احسن حاجه في الاسماعيلي خطوط متقاربه، لياقه بدنيه كويسه، ودفاع كويس، واحسن اوحش حاجه في سموحه عدم السرعه في نقل الكوره، والسرعه في التحرك بالبطيء بيدي فرصه للاسماعيلي انه ياخد اوضاعه الدفاعيه. ضربه ركنيه لنادي سموحه، وتتلعب الكوره على طول، وتنزل وتلاقي دماغ على طول محمود عبد العزيز، وتلم الكوره اماميه. بص هنا الخطوره بقى ليه ابو زياده، ابو زياده تتقطع من ابو زياده اللي نزل مكان زيكا، وتتلعب الكوره عكسيه هناك من اوكا اللي كان طالع قدام، تنزل في خط وسط صالد جدا دفاعي من نادي سموحه، وعمرو السوليه وعبد العزيز ومحمد فتحي وابراهيم حسن اعمارهم يعني صغيره، ودوشم يعني اقوياء. اصبح دلوقتي في احمد ابو زياده وفي شكري نجيب، الاثنين الراس حربه اللي بتوع نادي الاسماعيلي، اللي بيحاول يعني ريكاردو يخطف بيهم. وادي اول انذار في مباراه، هنشوف لمين، ورينا يا عم المخرج هناك. ادي كره، وادي انذار لشكري نجيب اهو ضد ابراهيم حسن. شكري نجيب اول انذار في مباراه، شكري نجيب. 85 دقيقه من زمن الشوط من المباراه، يعني 40 دقيقه من زمن الشوط الثاني، يعني دخلنا في المنعطف الخطر جدا. وسموحه هي الافضل هجوميا واستحواذ، والاسماعيلي هو الافضل كناحيه دفاعيه، ولكن ملوش انياب. وادي مانجا الجندي المجهول اللي حطه حلمي طولان قدام سيد فريد اوكا وشايل بلاوي، وهنشوف ايه اللي هيحصل. الخمس دقايق ديت خمس دقايق يعني مش عاوز اقول بتمر على المدربين كئيبه جدا، لانك انت اي غلطه ما بتتعوضش. تتلعب الكوره، وادي على طول لابراهيم حسن، انما قريب قريب محمد الباعلي يطلع كوره بره الملعب، اوت رمي التماس لنادي سموحه، ومحمد ابراهيم حسن يلعبها على طول، تنزل الكرة في نص الملعب، حلو قوي لعبد الخالق، ضرب كعبله كده ورد الكرة ورا على طول، مانجا طلعت يفتح اللعب لفوزي، فوزي فوزي عاوز يعدي دخل هنا بقى. الحته دي مش عارفين يخترقوا، ما فيش المهاره الاختراق رغم الوصول الى دي اكتر مره. هل الاسماعيلي هيبقى عنده مهاره الاختراق؟ توصل الكرة لاحمد سمير، تنزل في نص الملعب على طول، وده زحلقه ما فيهاش اي حاجه تزحلق، ياخدها منها طيب وماشي. هل فاول؟ وفاول فعلا، وضربه حره مباشره لنادي سموحه، وهنشوف ايه بالظبط لاسلام عبد النعيم. ضربه حره مباشره لنادي سموحه، وكلام بقى وتوتر، ونقطه هنا ونقطه هنا. انا بقول التعادل ممكن يبقى بدايه قويه لنادي سموحه، لان يعني النهارده سموحه يقول لك انا اكسب ما تغلبش، اتعادل ما تغلبش. الاسماعيلي ايضا عاوز يلم نقاط،
زي ما قلت حضراتكم عنده ماتش مع حرس الحدود الاسبوع الجاي، يطلع من حرس الحدود يخش في المصري، فرخم بيجمع نقاط. انما الكره اللي فاتت دي اتشاطت وتطلع بره تبقى ضربه مرمى وفاول علني على مانجا وضربه حره مباشره لنادي سموحه. احمد ابو زياده هو اللي داخل غلط بس التاني لفه، وفاول وضربه حره مباشره لنادي سموحه. الصراحه بتاعت ربنا الحكم محمد الحنفي حسبها صح، لان كان مانجا هو اللي داخل غلط والتاني لف وحسبها، واحمد ابو زياده اهو يعني يا عم قوم، ده انت لسه جاي من كفر الشيخ عرقك ما نشفش وبتلعب في نادي الاسماعيلي، تنطلق منه حد ياخدك زي المعتاد، قوم يا عم اللي فرصه ان تلاقي نادي بيجيبكم اشبال ويصدركم نجوم. هنشوف ايه الحكايه بالظبط في احمد ابو زياده، هيقوم وان شاء الله يقوم سليم. المباراه على وشوش الحاضرين، محدش منسجم، واحد ليه بتوع سموحه ماسكين اعصابهم جامد قوي لحسن يتلطوا جون وزعلانين على الفرص، بتوع نادي الاسماعيلي يقول لك يعني يعدي الماتش ده على خير ونقطه احسن من ما فيش. وادي الضربه الحره المباشره للاسماعيلي و89 دقيقه، وهنشوف كام دقيقه وقت بدل ضائع، وترجع كره ورا للنادي الاسماعيلي تنزل لاحمد العش، احمد العش لمحمد البعلي، محمد البعلي لمحمود حمد، محمود حمد يلعبها تتقطع وخدها سموحه. الهدف اللي في الاخر ده ليه طعم، يا ترى هل حد هيحط هدف في الوقت البدل الضايع ولا في الوقت القاتل ده؟ ده اللي هنشوفه. والتعادل بدون اهداف وداخلين في الدقيقه 90 من زمن المباراه، والتعادل بدون اهداف، و هنشوف استوديو التحليلي هيحلل لي خمس دقائق وقت بدل ضائع، بيعلن عنه حسين اسماعيل بناء على محمد الحنفي اللي بيحرق اعصاب الفرقتين. زي ما انتم شايفين حضراتكم كل واحد مقتنع بالنقطه، وبعدين بيزود خمس دقائق هو حر، انما الخمس دقائق دي اكنها خمس سنين هتعدي على حلو طولان. ليه بقى؟ ريكاردو ما يهموش، انا عندي 26 نقطة اعوض الدنيا كلها وخلاص، البطولة بالنسبة لي انا بدأتها وفقد 6 نقاط ولعبت يعني مشيت هنا ومشيت هنا فانا مطمئن. اما سموحة فهو النقطة تأثر، النقطة تأثر وبناء فرقة تأثر، حلمي طولان بيعيد بناء فرقة، والخمس دقايق دي ممكن تفركش له اي حاجة لا قدر الله. هنشوف التعادل بدون اهداف وبنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع، ولا زال حلمي طولان فاتح خطوطه، ولا زال الإسماعيلي كامش خطوطه، ولكن بيحاول إنه يخطف قضية. هنشوف، آدي أبو زيادة أهو، يلم أبو زيادة وتطلع كورة بره الملعب أو ترمي التماس للنادي الإسماعيلي. رمي التماس للإسماعيلي وأحمد سمير فرج يلعب الكورة على طول وتروح له مرة تانية، يلعبها هات وخد وينزلها مره ثانيه لابو زياده تخبط ويطلعها سيد فريد، ورمي التماس للنادي الاسماعيلي. المباراه النهارده نقدر نقول انتفاضه جديده لسموحه، هو الافضل ولكن بدون انياب، ودي مشكله. اما الاسماعيلي فمشكلته ان هو كلهم جديد في جديد ولكن عارفين بيعملوا ايه، فرقه خطوطها كويسه لكن مفيش بقى السمسميه والدراويش. وادي الكره العرضيه، وادي سيد فريد يخش السيد وهجمه على طول مرتده، ورينا يا مخرج الكره رايحه فين. هنا البطء بقى، ادي طلعت وادي باص الغلط البطيء قوي يا دوبك يلمسها ويبقى مشتركه تتقطع وياخد فاول هيرمان وضربه حره مباشره لنادي سموحه. مشكله سموحه في هذا اللقاء عدم السرعه في التمرير وعدم الانطلاق والسرعة في عمق دفاعات الإسماعيلي، والكرات من الأجناب وحشة، ولكن حلمي طولان عمل شكل كويس في هذا اللقاء. تتلعب الكرة تنزل عند طلعت، يلم طلعت ويريحها على طول ورا لمانجا، وهي راجل بتعمل ايه، ده اللي واقف عصام الحضري مش حد تاني، ويمسك عصام الحضري يقول له سيبوه سيبوه شوت عليا، والصراحة عاطي لنفسه نوع من الثقة لفرقته تماما
عصام الحضري نقدر نقول عليه الالفا بتاع النادي الاسماعيلي. ادي معركه ما بين سيد فريد وابو زياده يخش مانجا الجندي المجهول النهارده اللي موظفه حلمي طولان احسن وظيفه. تنزل الكره مره ثانيه لابراهيم حسن، حته شراب لسمير وياخدها مره ثانيه تطلع بره الملعب او ترمي التماس لسموحه. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع لمدته 5 دقائق والدنيا كلها واقفه على طراطيف صوابعها، واللي هيجيب جون في الثاني هتبقى مشكله. اوه وتصويبه وضربه مرمى لنادي سموحه. في اقتناع بالتعادل وادي محمد فتحي بيجرب حظه ويطير عليها النادي سليمان، وادي يعني جهاز الكره في النادي الاسماعيلي، وادي الراجل يعني اللي بيتحرق من جواه ولكن لازم يعمل كده حلمي طولان. هنشوف. بنلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضائع، هل محمد الحنفي يفنش في الثواني الاخيره من الدقيقه الخامسه ولا يعمل ايه؟ هنشوف. انا لو منه افنش تتلعب الكوره وسيد فريد يخطف وياخدها نادي سموحه وتروح الكوره لايه؟ اسماعيل اسلام 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 عبد النعيم اسلام عبد النعيم يلم اسلام يلم ورجعها ورا، يعني تقريبا دي تبقى اخر فرصه. خلاص بيخش في الدقيقه الرابعه ناقص دقيقه بحالها، وادي تصويبه وادي ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي لمنصوا مكسب النهارده في هذا اللقاء. النهارده مدرسه الدراويش قافله خلاص، فيها طلبه جداد، مفيش الفن مفيش الدراويش مفيش النجوم اللي يقدر يطلع منك الاهات، انما نقدر نقول ان عصام الحضري يعني سد منيع بيديهم ثقه. نقدر نقول مجموعه من اللعيبه الناشئين بيحضروا النادي الاسماعيلي للموسم القادم. نقدر نقول ان سموحه حلمي طولان نجح حتى الان في انه يعمل تشكيل ويعمل مره هنا ومره هنا وتشكيل هنا وتشكيل هنا ونجح حتى الان. ينقصه اللي يجيب جون ودي مشكلته. والنهارده يمكن لو هاني العجازي كان موجود ممكن كان يلطش، ما اعرفش صلاح امين ما نزلوش ليه. المهم هو صاحب الفكر في هذا اللقاء. كل الكرات العرضيه اللي طالعه مننا وحشه، كل الكرات العرضيه من نادي سموحه رغم السيطره على الناحيه الشمال بتاعه نادي الاسماعيلي انما وحشه. ويصفر اخيرا الحكم محمد الحنفي بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بتعادل سموحه مع الاسماعيلي بدون اهداف، ليرتفع رصيد سموحه الى 18 نقطه وارتفع رصيد الاسماعيلي الى 27 نقطه. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2 كان معكم المعلق الرياضي مع بكره، اترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن احمد شبور وهيئه محللي سي بي سي 2 كابتن ايمن نونس كابتن خالد بيبو. فإلى هنا. ليه بس ليه؟